معاكم في صالونها الثقافي رقم 311. أحد الشيوخ المسلمين كتب على صفحتي على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة: سوف يكون في المستقبل إسلام غير الذي ترونه الآن، إسلام صحيح نظيف ناصح مبني على العلم والوعي وليس على التقليد والجهل المتواضع، وهو الإسلام الداعي إلى عمارة الأرض لا الداعي إلى تخريب الدنيا، الإسلام القائم على التوحيد لا المشوب بالشرك والبدع، الإسلام القادر على بناء الوحدة والتماسك المجتمعي لا الداعي إلى التفرقة والتشتت الاجتماعي، الإسلام الدافع إلى الإنتاج والإبداع، الإسلام الذي يقدم الحلول لمشكلات العالم وليس ذلك الذي يغرق الناس في الإشكالات والأزمات. الذي قاله هذا الشيخ يقن به كثير من المسلمين ولا يجدون تناقض في حديثي ورد عن النبي محمد عليه السلام. أحد هذين الحديثين بيقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فيعني هذا الحديث أننا الآن في عصر الغربة، وهؤلاء الغرباء هم أفضل من خرجوا من المسلمين. حديث آخر يتحدث عن أنه في نهاية الزمان سيسود الإسلام وسيكون هو الدين الواحد في كل أرجاء الدنيا. وهذا الحديث يتناقض مع الحديث الأول، يعني لو إحنا سلمنا بصحة الروايتين. ولكن هنا يبقى سؤال، يعني إذا كان الحديث الثاني هو حديث صحيح ويقول أن الإسلام سينتصر على كافة الأديان الأخرى، فهنا يبقى سؤال: ما معنى انتصار الدين على أديان أخرى؟ يعني ما الأحداث التي ستحدث فتؤكد هذا الانتصار؟ وما المآلات التي ستقود الأديان الأخرى إلى الهزيمة؟ يعني ده سؤال. أيضا لابد أن نقول أن مستقبل الإسلام هو حصاد للأفعال والتفاعلات التي يصنعها المسلمون في حاضرهم، ونجاحهم في المستقبل لا يتوقف على فشل غيرهم. ولا جدوى إذا من الحديث عن المؤامرة أو ربط المستقبل بأزمة الحضارة الغربية وعيوبها من وجهة النظر الإسلامية. دكتور عبد الوهاب المسيري اختصر الشروط الحداثية لتطوير مشروع إسلامي من وجهة نظره في بعض العناصر كان أهمها إدراك إيجابيات الحداثة الغربية، رفض تمجيد الذات، ورفض المؤامرة في تفسير الضعف الداخلي. دكتور حسن حنفي لخص مجموعة من التحديات تواجه المسلمين، أهمها تحرير المواطن من القهر، العدالة الاجتماعية، والتنمية المستقلة. بعد الطرح اللي أنا قلته ده بنطرح سؤالين هامين: هل للحضارة الإسلامية رسالة كونية مستقبلية وممتدة على مدى التاريخ؟ وهل الإسلام هو الذي يمنع الحداثة؟ أم أن طريقة التحديث التي تمت في المجتمعات المسلمة هي اللي أعاقت الإسلام وشوهته وجعلت صورة الإسلام لدى الغرب بهذا الشكل الذي نراه الآن؟ يعني مجموعة أسئلة كثيرة متعلقة بمستقبل الإسلام أو إسلام المستقبل، عنوان محاضرة اليوم اللي بننتظر إجابات كل هذه الأسئلة وأكثر من ضيفنا اليوم الباحث مهندس محمد الشناوي. هو أول سؤال سأله ابننا العزيز بيقول: هل إحنا حجر عصرة في الإسلام ولا الإسلام هو نفسه حجر عصرة؟ كان في فيلسوف هولندي، هو كان يهودي بس انفصل عن الطائفة بتاعته وهم طردوه من طائفته لأنه كان مفكر حر، باروخ سبينوزا. باروخ سبينوزا كان بيقول: عندما تحدث حادثة كبيرة لا تضحك ولا تبكي ولكن فكر. تمام، ده اللي هنعمله النهاردة. الإجابة على السؤال ده نحن نفكر، نحن نفكر. والتفكير ما بيبقاش من اتجاه واحد للمجموع، بالعكس بيبقى هو نوع من المشاركة ما بين المجموع كله وبعضه وتفاعل ما بينه. احنا عندنا هنا في الجامع وفي الكنيسة بيبقى دايما العظة من واحد للمجموع، ما فيش مرة ان المجموع كان بيتكلم مع الواحد. احنا المفروض هنا هيبقى ان احنا المجموع بيتكلم مع الواحد ومش مع الواحد كمان، والواحد جزء من المجموع بيكلموا كلهم مع بعض. انا هبتدي الكلام بتاعي، انا هحاول ان انا اجاوب على السؤال ده، لان انا كنت قلت قبل مجموعه من حضراتكم ما تيجي ان احنا كان توني بلير كان بيقول في طريقين، طريق الراسمالي والطريق الاشتراكي، هندور على طريق ثالث او الشيوعي يعني، وهندور على طريق ثالث. بالنسبه للاسلام برضه في تيكت ازهول، خده كله على بعضه او ليفت ازهول او سيبه كله على بعضه،
ما فيش طريق ثالث؟ أنا بعتقد إن في طريق ثالث وبنطرحه، بعتقد إن الطريق الثالث ده يمثل قبلة الحياة للإسلام إذا كان عايز يستمر، لأن أنا بنسبة كبيرة لأني في المعاش والمدة بقعد أكتر من 18 ساعة على النت، أنا هقول لكم الأجانب بيقولوا إيه في اللحظات الحاضرة عن الإسلام وعن المسلمين. يعني بس هتبقى في سياق المحاضرة، هقول لكم هما بيقولوا إيه، وصلوا معانا لحد فين، ولازم نكون أوير بالكلام ده. إحنا مش عايشين معزولين عن العالم تماماً وإحنا في عالمنا الخاص، لا، إحنا كنا معزولين عن العالم أيام العثمانيين لحد ما فوجئنا بمدافع نابليون بونابرت. هنفاجئ بحاجة تانية، خلاص أنتوا حرين. أنتم أقصد مجموع الأمة العربية والمصرية والإسلامية. أول حاجة بالنسبة للملاحظات السريعة اللي هبتدي بيها لأنها تهمني جدا إن أنا أبتدي بيها، لا تكفير في الإسلام إلا لمن قال أنا كافر. مفيش واحد يقول رأي تقول هذا الرأي كفره، هذا الرأي ضد الإجماع، ده رأيي. إلا اللي يقول أنا كافر بهذا الدين وهذا الدين لا يصلح. ده الحاجة الوحيدة اللي تكفر بيها، غير كده مفيش حاجة اسمها تكفير من وجهة نظري. وكان في حديث بيقول لو في رجل نعت أخاه بالكفر بقى بها أحدهما. لو أخاه مش كافر يبقى هو اللي كافر. نقطة تانية وجوهرية تماما كنت لسه بنقشها مع الإخوة مع الأبناء، مش هقول أحفاد أنا لسه برضو صغير شوية يعني. مع الأبناء قبل ما تيجوا، الإسلام مشاع بشري وليس ملك لأحد. مرة تانية وتالتة وهعيدها أربع مرات، الإسلام مشاع بشري وليس ملك لأحد. الإسلام مشاع بشري وليس ملك لأحد. هذا الأحد يدخل الناس فيه ويخرجهم منه حسب هواه. يجب أن نلغي دي تماما، نلغي أنت كافر إلا لو قال أنا كافر، ونلغي أن الإسلام ده أنت بره الإسلام، لا مش من حقك نهائي، أنت مجرد واحد زيك زي. تمام؟ الإسلام، ودي نقطة جوهرية بيه، ليس به كهنوت، بمعنى أن العلاقة مباشرة بين الفرد وربه. تمام؟ ويستطيع الفرد أن يجمع من العلم والمعرفة، وبالذات في زماننا ده والكمبيوتر والإنترنت ما يجعله يستغنى عن الجميع. واستفت قلبك إذ أفتوك. تمام؟ فده وارد جدا. ومع هذا مع كل ده إحنا بنزيد الاعتماد والميل على الآخرين، والنبي يقول لي أعمل إيه؟ في حاجات ما ينفعش أقولها لأنها يعني تمثل تفاهة. تمام؟ الإسلام ليس به رجال دين، ودي نقطة جوهرية، وكنت أتمنى ألا يكون هناك زي لرجال الدين أو الناس كتير تلبسه. زي العسكري ممنوع لبسه إلا اللي في الجيش. أتمنى ألا يكون هناك زي لرجال الدين، بالذات الدين الإسلامي، أنا بتكلم عن الدين الإسلامي. الإسلامي ليس به رجال دين ولكن به دارسين للدين، يسأل ويستشار، ومهما كان رأيه فهو ليس مقدس. دي نقطة مهمة. النقطة اللي بعد كده، الإسلام ليس به مؤسسات ذات سلطة دينية تفرض رأيها ورؤيتها على المسلمين، ولكن به مؤسسات تعليمية يؤخذ منها ويرد عليها. كل النقط دي قاتلة، النقط دي هي اللي حطانا في ظل الأمم، النقط دي هي اللي حطانا في ظل الأمم، وحتى مش حطانا في ظل الأمم، وسلبة إنسانيتنا، وسلبة إنسانيتنا. الفتوى في الإسلام متعددة ويؤخذ بالأصلح منها في الزمان والمكان، ومرة تانية استفتي قلبك ولو أفتوك. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، قد يكون مسلم عاصي، قد يكون مسلم مذنب، كان يكون لكنه مسلم، ولا يستطيع قوة في العالم إخراجه من الإسلام. ويجب تكون النقطة دي برضو واضحة عشان ما يجيش واحد يقول لك لقد كفر فلان، يعني لقد كفر فلان دي مش هتنفع. الإسلام المفروض أن يكون دين ديناميكي، بمعنى أن يكون متحرك مع الزمن، الاستاتيكي هو الثابت مع الزمن، وليس دين استاتيكي ثابت لا يتغير بتغير الأزمنة والأماكن. القرآن هم بيقولوا هو كلام الله، ماشي هو كلام الله أنا ما بعترضش، لكن هو ديالوج ما بين العبد وما بين ربه بيتغير بتغير الزمن والمكان. أنتوا عايزين تخلوه نص جامد، أنتوا كده بتحكموا على الشيء اللي بتحبوه بالموت. كان في حديث هلك المتمطعون، هلك المتمطعون. عقوبات الردة والبدنية إن وجدت في الإسلام فهي فكرية من منظوري مرحلية كفكرة المؤلفة قلوبهم وعمر بن الخطاب. الإسلام ليس مجرد نص ثابت ولكن جوهر متغير هو الذي نحكم من خلاله.
المرة اللي فاتت لما كنت بتكلم على الدين بين الذاتية والموضوعية كنت ابتديت بشعر لجبران خليل جبران ومخائيل نعيمة، يمكن النهاردة هبتدي بشعر بس الفيلسوف باكستان والأب الروحي لها ومؤسسها الروحي لأن مؤسسها السياسي محمد علي جناح محمد إقبال. محمد إقبال كان اتشارك في رسالة في الأخلاق لابنه زي الرسالة اللي عملها أرسطو لابنه. الرسالة اللي عملها أرسطو لابنه كانت رسالة إلى نيكوماخوس، وحتى في الفلسفة يقول لما تقرأ كلمة الأخلاق النيكوماخية اللي هي الرسالة اللي عملها أرسطو لابنه. محمد إقبال عمل جاويد نامة، جاويد اللي هو ابنه ونامة اللي هي رسالة باللغة الأردو، وبرضه هي رسالة بالأخلاق بيقول له إزاي تكون عندك أخلاق وإزاي أخلاقك المفروض تكون. زي أرسطو مأثر في نيكوماخوس وزي المفروض محمد إقبال مأثر في جاويد، أنا برضو تأثرت جدا بأبويا. ويمكن لو أنتوا دلوقتي أنا مرة كنت هنا بقول محاضرة عن أظن 234 الإله أو اللا إله وتأثيره على الفكر الحضاري، فواحد أول سؤال سأله لي أنت مسلم؟ طبعا كان اللي قاعد الأستاذ أحمد سامر فقال له السؤال ده ما يتسألش. أنا هعتبر دلوقتي إن سألته أنا مسلم على مذهب عبد السلام الشناوي اللي هو أبويا، وهقول أثناء الحديث مذهبه إيه. لو مذهبه ده كان هو اللي متطبق كنت تنتني زي ما كنت بتباهى بالإسلام، مش زي ابني ما هو في أمريكا وجارته بتقول له أنت أخلاقك كويسة قوي أنت مسلم ليه؟ دي الفكرة الآن اللي إحنا وصلنا لها، دي الفكرة إن أنت مسلم تبقى أخلاقك. أنا آسف، لا، المفروض الفكرة اللي نرجع لها مرة تانية، أنا مسلم أنا على أعلى قيمة من الإنسانية ومن الأخلاق. هذا كان موجود في الإسلام المضوي أو غير موجود، إحنا بنخلقه من أول جديد وقادرين على إن إحنا نخلقه ونقول هو ده إسلامنا، تمام؟ وإن الإسلام وليد زمان ومكان، مش مجرد شيء ممتد بصفة أبدية وثابت شكلاً ونصاً وجوهراً، لا، ده مش مظبوط. كان الـ قبل ما اقول على محمد إقبال، كان في مسجد في الهند، كان في المسلمين دخلوا الهند من حوالي 400 سنه او 500 سنه، انا اسف اني ما دخلتش على النت اجيبها، بس كان في مسجد في احمد اباد. المسجد ده لما المسلمين دخلوا وارجو ان احنا نتعلم عشان نغير افكارنا، هدوا معبد هندوسي وبنوا مكانه المسجد ده. 1992 او 93 الهندوس دخلوا بعد 400 سنه وهدوا المسجد ده. لابد ان هذه الامور تكون واضحه. لو انت هتهد الواحد لانك في لحظه قوه مكان هو بيعتقد انه مقدس، هو برضه بعد شويه هيهد لك مكان انت بتعتقد انه مقدس. كان الكلام ده في احمد اباد، والمسجد اعتقد كان 92، اعتقد كان 92. القصيده بتاعت حديث الروح غنتها ام كلثوم، اترجمت من الاردو وغنتها ام كلثوم. انتم القصيدة دي كانت سنة 65، لا تستطيعوا أن تدركوا مدى تأثير هذه القصيدة فيا، ولن تكون فيكم زي ما كانت فيا 65. أنا الصدمة بتاع 67 غيرت كتير في أفكاري، بس القصيدة دي وما زلت حتى هذه اللحظة لما بسمعها، أنا كنت مع المهندس رؤوف وللأسف مش موجود النهاردة في العربية، فابتدت الموسيقى بتاعة الأغنية فرحت قايلها، قلت له أنا آخر مرة سمعتها سنة 66 أو 67 بس أنا حافظها. كان بيقول حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتبت به فطار بلا جناحي وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء، لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علوي النداء، تحاورت النجوم وكل صوت بقرب العرش موصول الدعاء، وجاوبت المجرة على طيفا سرى بين الكواكب في خفاء، وقال البدر هذا صوت شاكٍ يواصل شكواه عند المساء، ولم يعرف سوى رضوان صوتي وما أحراه عندي بالوفاء، عبدوا الكواكب والنجوم جهالة لم يبلغوا من هديها أنوارا. الإسلام في شرق آسيا مختلف تماما عن إسلام الشرق الأوسط. فكان بيكلم ربنا بيقول له ايه؟ من بيكلم ربنا، محمد إقبال بيكلم ربنا بيقول له من كان يهتف باسم ذاتك قبلنا ويدعو الواحد القهارة، هل أعلن التوحيد داعا قبلنا وغزا القلوب إليك والأبصار، ندعو جهارا لا إله سوى الذي، ندعو جهارا لا إله سوى الذي قد خلق الوجود وقدر الأقدار،
ألم يبعث في أمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئامي؟ المفروض أن هذا النبي يظل في حالة بعث مستمر حتى حسب قوله كل 100 سنة هناك من يجدد الدين. اللحظة اللي النبي فيها مات كان صديق صدوق لأبو بكر الصديق، صديق صدوق العمر كله، وانسى حتى الرسالة، صديق صدوق. أول ما مات أبو بكر قال كلمتين: من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، من يعبد الله فالله حي لا يموت. كون أن احنا بنبالغ في حاجة، انا ببتدي اشك ان المبالغه دي وراها حاجه غير المبالغه نفسها. وختمها: وقبلتكم ومصحفكم جميعا منار للاخوه والسلام. انا كنت اتمنى ان السلام ده يكون بين كل البشر مش بين المسلمين، عشان نبقى احنا كمسلمين متميزين ان احنا بنعامل الناس كلها زي بعض. المسيحيه ابتدت دلوقتي تقرب من الفكر ده من خلال البابا الكاثوليك. أرجو إن احنا الكلام اللي هقوله بعد ما يخلص يكون مؤثر ويجيب نتيجة وحد يتبناه بعد، يعني العمر خلص سواء أردت أو لم أرد. برضه هختم ببيت شاعر لعمر الخيام كان بيقول: إن تفصل قطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمرها. لو هتاخد قطرة البحر وتبخرها وتطلع وتنزل في النهر وفي الآخر هترجع البحر تاني. فبرضه نفس الكلام بالنسبة لنا. أنا كنت قلت ملاحظات سريعة، أنا عايز أقول خواطر ليا. الدين وللأسف الشديد ما زال في عصرنا الحالي في منتهى الأهمية بالنسبة للفرد والمجتمع، ويسبق أي شيء آخر وبالذات في مجتمعاتنا. وللأسف حتى لما ابتديت أدخل على النت وأدخل بصفة مستمرة على الحلقات الأمريكانية وعلى الندوات الأمريكانية، وبيمثل نفس الكلام بالنسبة لغالبية كبيرة في الأمريكان تكاد تصل ل 65%. وهم نفسهم قالوا انها تكاد تصل ل 65%. احنا هنا في مصر بنتعرض لضغط شديد جدا من الدين، سواء داخلي من خلال الارهاب الجسدي والفكري، او خارجي من خلال اسرائيل والصهيونيه العالميه، ومن خلال الصهيونيه المسيحيه اللي هي معتقده ان لابد انهم ياخدوا فلسطين ويبنوا المعبد ويبقوا من النيل للفرات عشان المسيح يجي العوده الثانيه. احنا معرضين للضغط من الناحيتين. انا كنت حاطط تعليق ليا: عندما يسرق شعب من شعب ارضه وحياته، وحسب قول ألم بابي مؤرخ اسرائيلي في ندوه صحفيه في استراليا لان الهه قال له ذلك، يحتاج الموضوع لوقفه فلسفيه. يحتاج الموضوع لوقفه فلسفيه. لما يكون في ناس هنا بتقول الحجر هيقول ورايا يهودي اقتله، وهو اليهودي بيقول هرمجدون، وبعد كده يبقى في حد بيجهز للمصيبه، هتكون على ارض الشرق الاوسط، بس هو هيتم سليم يعني. يعني زي ما تعودوا دايما، يعني حتى لنا احنا الحرب العالميه الثانيه والاولى دفعنا ثمن غالي، مع اننا لم نكن لنا فيها نقه ولا جمل زي ما بيقول. استعباد الاجساد واستعباد العقول. استعباد الاجساد ممكن ينتهي بثوره، لكن استعباد العقول بيستمر الى ابد الابدين. استعباد العقول بيستمر الى ابد الابدين. بالعكس، العقل المستعبد بيستمر هذا الاستعباد وبيقاوم من يحاول ان يجعل هذا الاستعباد يدخل. دي انا قلتها المره اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت وهقولها المره دي. رساله لكل من يسمون انفسهم رجال الدين، اي دين، تمام؟ انتم لا تشعرون بالطوفان القادم نحوكم او السونامي القادم. التطور العلمي الشديد، التطور العلمي الشديد ان لم يواكبه تطور في الفكر الديني سواء من خلالهم او من خلال مفكرين او من خلال فلاسفه، على الدين السلام بكل انواعه، على الدين السلام بكل انواعه. كنت بتفرج على حلقه لحامد عبد الصمد مع رشيد، اسمها كان هو كاتب كتاب اسمه سقوط العالم الاسلامي. هو كان بيقول صراعنا مع الحداثه اننا نتعامل مع نصفها وننكر نصفها. نركب الطياره ونشتري السلاح ونجيب المصنع لكن ننكر الافكار اللي انتجتهم، وكلنا معانا موبايل وكلنا معانا كاميرات لكن ننكر الفكر اللي جاب. فاحنا عندنا شيزوفرينيا، عندنا انفصام في الشخصيه. انا موافق على هذا المنظور. قال عباره ممكن هتتحقق لو لم ناخذ في الاعتبار ان هذه العباره ممكن هتتحقق وما ضحكناش منها. نحن ننظر بالنسبه لامتنا في مستقبل امه تحتضنها.
أمة تحتضرنا إن لم نعطيها، دي من عندي بقى، إن لم نعطيها قبلة الحياة فهيكون النهاية. عشان نعطيها قبلة الحياة لابد إن احنا نعيد النظر مرة تانية في جميع أفكارنا، وزي ما قال سبينوزا: عندما تحدث حادثة كبيرة لا تضحك ولا تبكي ولكن فكر، ولكن فكر. يجب أن نمتلك الشجاعة أن نعيد مرة تانية النظر في جميع أفكارنا. في القرن ال 18 أول موسوعة في التاريخ اتعملت، عملها ديدرو، كان معاه 15 واحد من العلماء كل متخصصه. فبعد ما خلص قال: لقد كنا 15 من الملحدين الشجعان ولم يكن بيننا أي مؤمن جبان. ما فهمتهاش، ده المؤمن شجاع وبيدخل يموت في الحرب عشان إيمان. فهو كان يقصد جبان إنه يواجه أفكاره ويدرسها ويقول تصلح ولا ما تصلحش، أغيرها ولا أخليها. فكان ده منظوره اللي هو بنسميه الجبن الأدبي، الجبن الأدبي. انا عندي كميه كبيره عايز اقولها، فكان في واحد علق عليها مره بيقول لي: انت بتتكلم بسرعه قوي زي ما تكون بتجري ورا تاكس. ف بس عشان انا عندي حاجات كتيره اتمنى ان انا اقدر اقولها يعني بالراحه. بالراحه. حاضر، ماشي، حاضر. واحد تاني بقى بعد كاتب لي بيقول لي: بقى يا اخويا بعد ما بقى عندك 70 سنه جاي تقول لنا امل في التنوير؟ انا قلتها مره قبل كده وهعيدها تاني: اللي بيطلع الجبل ممكن يقعد اسبوعين وثلاثه وشهر بيطلع الجبل، وبينه وبين الحجاره الشبه، وفي لحظه بيتفتح قدامه افق بلا نهايه. في اللحظه دي وانا عندي 70 سنه، معلش يعني اعذرني يا صديقي. ارجوكم، انا هقول الاسم صغير جدا: مكتبه نور. سهل جدا تتكتب على جوجل وتدخل على مكتبه نور، عليها 68 الف كتاب. تاني، مكتبة نور، مش محتاجة حتى تكتبها، مكتبة نور عليها 68 ألف كتاب. وأنا بقلب كتب، طبعا أنا نزلت لأني كنت بدرس فلسفة، معظم كتب الفلاسفة ولقيتها كلها موجودة ومترجمة عربي. ولقيت كتاب لعباس العقاد كان في الستينات، كان مشهور جدا: التفكير فريضة إسلامية. وكان بيكتب بيقول إن اللي ما بيستخدمش عقله هو بيلغي بند من بنود الإسلام. التفكير فريضة إسلامية، واكبر الموانع في استخدام العقل، ده الكلام ده رجع لعباس محمود العقاد، العبادة السلف التي تسمى بالعرف والاقتداء الاعمى باصحاب السلطه الدينيه والخوف من اصحاب السلطه الدنيويه. الاسلام لا يقبل من المسلم ان يلغي عقله خوفا او طمعا. الكلام رجع لعباس العقاد، عشان لو حد يفكر يقول له ازدراء اديان يبقى يعملها على عباس العقاد يعني، عشان تبقى كل حاجه. الكلمة جميلة جدا قالها عباس العقاد: العقل هو سلاح الضمير. العقل هو سلاح الضمير، بدون عقل ما عنديش ضمير. العقل هو سلاح الضمير. الكلمة اللي قلتها من شوية هو قالها بصورة تانية: الحاكم المستبد يتسلط على الضمير من خارجه، ويزول التسلط بزوال الحاكم. رجل الدين الفاسد الجاهل يتسلط على الضمير من داخله ولا يزول التسلط بزواله. دي المصيبة، ولا يزول التسلط بزواله. الدين اللي فيه نوعين من الصدق: الصدق الذاتي والصدق الموضوعي. الدين هم بيهتموا جدا بالصدق الموضوعي والوجداني، يا ريت كمان يكون فيه اهتمام بالصدق الذاتي، بالصدق الموضوعي، مش مجرد الصدق الذاتي بس، يبقى كمان فيه اهتمام بالصدق الموضوعي. في نقطة أحب أقولها، لأن في واحد ما كتبتها على النت شتمني وبيقول لي: أنت بتفرح بالمدح وبتكره الذم. بس طبعا انا لا عايز مدح الشخصي، انا عايز لو في مدح حتى ما يفرقش معايا يكون للكلام، ولو في ذم يكون للكلام ما يكونش للشخص. لانه ده انا كنت قلت لها مره قبل كده انها بتؤلم جدا ان انت تبذل مجهود وتتذم شخصيا، مش يفند كلامك. فكنا كنت بتكلم بقول لهم: انا اعرف جيدا جدا الكلام البشري، تمام، فارجو على من يعرفني ما نوعيه كلام الله حتى اعرف ان هذا كلام الله عندما اقرا. وانا بقرا عباس طه حسين انا ونجيب محفوظ من واي واحد من الكتاب المشهورين، من مجرد الكتابه بعرف ان ده بتاع فلان. فطبعا اخذت شتيمه. فيمكن انا التعليق اللي كنت علقته عليه: البشر لا يعرفون الاله معرفه حقيقيه، كل ما يعرفونه عن الاله وبالتاكيد الههم هو تصورهم له، هو تصورهم له. كل ما يعرفونه على الاله هو تصورهم له. لا في واحد اتكلم مع الاله، ولا في واحد اتعامل مع الاله، ولا في واحد شاف الاله. هو تصورهم له، هو مجرد صوره عقليه وذهنيه لهذا الاله مطبوعه في عقولهم واذهانهم.
بمعرفة مين بقى، ودي النقطة المهمة، بمعرفة الثقافة اللي هم عايشين فيها. تخيلهم للإله مطبوع في ذهنهم، هم لم يروه ولم يتفاعلوا معاه ولم يتعاملوا معاه إلا من خلال معرفة الثقافة، إلا من خلال زرع الثقافة اللي موجودة في مجتمعهم، زرعت فيهم هذا التخيل، وهم اعتبروا هذا التخيل هو الحقيقة، ومش وأكتر من كده كمان هو الحقيقة المطلقة، وابتدوا يتعاملوا مع الناس على هذا، مع أخذ في الاعتبار كمان مدى ذكائهم، لأن كل ما زاد ذكاء المرء كل ما خدش الامور على عواهنها، ابتدى ينظر للامور نظره نقديه، احتمال كذا واحتمال كذا واحتمال كذا، والاحتمالات الاقوى كذا والاحتمالات الاقل كذا. كنت مره بتكلم مع الدكتور سمير فاضل وهو موجود هنا، كنت بقول له ان شعاع الضوء القادم من ملايين السنين الضوئيه تتوقف طبيعته على حاجتين، اللي احنا بنرصد نجم بينفجر على بعد 2 مليون و3 مليون و4 مليون سنه ضوئيه، بتوقف على طبيعه الانفجار. وبتوقف على الوسط اللي فات فيه شعاع الضوء وهو جاي. تمام؟ احنا نفس الكلام، طبيعه الانفجار احنا بنتكلم على طبيعه الرساله اللي احنا بنتكلم عليها. هي دي اللي كانت تمثل الانفجار بالفعل. والزمن ال 1400 سنه او ال 2000 سنه او ال 4000 سنه هي تمثل الضوء لما مر بسحب كونيه ومر هذا الضوء القادم مر بعقول كثيره. كون هذه العقول تتحول لقداسة ده شيء سيء جدا، ده شيء سيء جدا، لأن احنا مش قادرين نميز حتى بين الضوء الأصلي مع القدرة على إعادة التفكير في الضوء الأصلي وإعادة صياغته مرة تانية، والضوء الأصلي مر في آني سحب والسحب دي أثرت فيه فظهرت لي الضوء بشكل مختلف إيفن حتى عن لما كان هو جاي، فلازم آخد ده في الحسبان، لازم آخده في الحسبان، ما آخدش الأمور على إطلاقها. نعم حضرتك لما في نجم بينفجر، النجم لما بينفجر ممكن يبقى في مجرة اندروميدا، واحنا عرفنا ان اندروميدا مجرة بالمناسبة سنة 29 لما انفجر فيها نجم، لما النجم بينفجر بنسميه في الفلك سوبر نوفا، عندي اكتر من نوع من السوبر نوفا، لما بينفجر النجم السوبر نوفا الواحد ايه ليه طبيعة معينة، انا بقى دلوقتي بقينا قادرين نعرف ان ده انفجار واحد ايه او واحد بي، هذا النوع من الانفجار بيمثل الرسالة سواء كانت رسالة الإسلام، رسالة المسيحية، رسالة اليهودية، رسالة زرادش، بيمثل جايلنا عبر عصور، خلال هذه العصور هي مرت خلال عقول كتيرة، والعقول دي أعادت صياغتها، إحنا يجب أن احنا نميز ما بين أصل الرسالة وما بين صياغتها، ونمتلك القدرة كمان على التفكير في أصل الرسالة، لو لغينا ديت خلاص ما يعني ما فيش حاجة هنحصل عليها جديد، ما فيش حاجة هنحصل عليها جديد. في نقطة هنا بقى جوهرية، طالما اتكلمت ان انا بتكلم كمان على اصل الرسالة، بتكلم كمان على اصل الرسالة، ويهمني ان انا اوضح النقطة دي قوي 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 قوي. عندما تدافع عن شخصيات مقدسة في الماضي، او تدافع عن احداث ارتكبتها هذه الشخصيات المقدسة في الماضي، انت لا تدافع عن الشخصيات، لا تدافع عن الشخصيات ولا تدافع عن الاحداث، انت تدافع عن قيم الماضي. قيم الماضي كانت ترى هذه الأعمال جزء من قيمها وتتقبلها، محاولة نقل هذه القيم للنهاردة مصيبة سودة. تمام؟ بمعنى لو كان الإسلام بالتحديد كان في العصر الأول بيقول في سبايا نتيجة للحرب، لا أستطيع أن أنا أنقل الكلام ده النهاردة نهائي، وإلا هسمح أن أنا لما بتغلب زي ما اتغلبت في 67 لو كانت أمي وإخواتي في العريش كان يبقوا سبايا، لابد ان تكون ده واضح بالنسبه لنا. انت لا تدافع عن الشخصيه المقدسه ولا تدافع عن الحدث المقدس، انت تدافع عن القيمه الماضيه، والقيمه الماضيه كان من خلالها هذا مقبول، ارجوك دفاعك عنها بيعني ان انت عايز تنقلها النهارده، ما ينفعش تنقلها النهارده. انت ينفع تغيرها النهارده. محتفظ بروح ايه؟ ان تكون متسقه مع قيم هذا العصر. ان تكون متسقه مع قيم هذا العصر. أنا في تعبير استخدمته وكان ليا صديق عزيز دايما بنتجادل يعني الأستاذ أحمد شعبان، بس هو يعني أول مرة يوافقني، الإسلام الماضوي والإسلام المستقبلي، إسلام الماضي وإسلام المستقبل. قبل ما أتكلم على إسلام الماضي، لو أنا عايز أتكلم على الحدث التاريخي أنا لن أعلق، ولكن هأطلب إن اللي يعلق ويخرجه من كنت في الزمن الماضي ويحطه في القيمة دلوقتي بتاع زماننا الحالي، بتاع مبادئ الأمم المتحدة، وثائق الأمم المتحدة، مع اتفاقيات جنيف، مع دساتير العالم الحر، والمتقدم، مع
قوانين العالم الحر والمتقدم، السبايا، الاغتيال السياسي، العبيد، الإماء، إلى آخره. لو أنت هتدافع عن ده، أنت بتدافع عن قيم، مش بتدافع عن حدث، أنت بتدافع عن قيم قديمة، هذه القيم انتهت، محاولة نقلك ليها، ده بيمثل عمل يكاد يكون بتعبير إجرامي. أنت بتنقل قيم لو اتطبقت عليا النهاردة أنا مش هقبلها، فما أقبلش إنها تتطبق على غيري. الفرق من منظوري، مرة تانية من منظوري، بين الإسلام الماضوي والمستقبلي. نمرة واحد، الماضوي هم، الماضوي اللي هو هم، لأن كان علي بن أبي طالب يقول القرآن لا ينطق ولكن ينطق به الرجال. كل القرآن ملزم، كل الحديث ملزم بنصه. المستقبلي يقول ده، لو أنا بفكر في إسلام مستقبلي، لو قلت أنا في اللحظة ده هي. أنا هنا باصص للماضي وأنا هنا باصص للمستقبل. لو أنا في اللحظة ده ما بين الماضي والمستقبل، لو الماضي بيقول لي كل القرآن ملزم بنصه وكذلك الحديث، فالمستقبلي بيقول لي القرآن والحديث ينبعان للماء العذب، نأخذ منهما ما يلزمنا ويتفق مع زماننا ومكاننا. عايز تقول إن أنا غلط، قول إن أنا غلط، بس سيب لي حرية الكلمة زي ما أنت ليك حرية الكلمة، ونشوف مين اللي هيقنع الناس أكتر. هي دي ألف بالحرية، وألف به الحق اللي طالب بيه محمد عشان ينشر دعوته. سيبوني انشر الدعوه وكذبوني. المهم، الحاجه الثانيه، القران كلام الله، هو بيعتبره كلام الله الجامد الذي لا تغيير فيه. هرجع اقول لا، القران هو كلام الله وهو علاقه ديالكتيك يعني جدليه، ودايناميك وعلاقه ديناميكيه وليست علاقه استاتيكيه ثابته. الإسلام الماضوي بيعتمد جدا على الوجدان وتهويمات والأفكار الخيالية، بل ويصل للخرافة. المستقبلي لابد أن يكون عقلي ومنطقي لأقصى درجة. الإسلام الماضوي شاء أو لم يشأ في طريقه الاختفاء وبيتهاجم جدا. لو في إسلام مستقبلي، وأنا هقول أنا رأيي إزاي ينشأ الإسلام المستقبلي، هيكون في أمل إن الإسلام يستمر. الإسلام الآن يهاجم من أتباعه أكثر ما يهاجم من خارجيه، ويهاجم من خارجيه ومن سياسيين أصبحوا يقولوا الإسلام يمثل خطر علينا، بالتحديد اللفظ، وهقول مين اللي قاله، أصبح يمثل خطر علينا مثل أكثر، مش مثل، خطر الاتحاد السوفيتي، ولا بد من مواجهته كما تم مواجهة الاتحاد السوفيتي. تمام؟ فلازم تكون دي واضحة، لازم تكون دي واضحة. من اجتهد وأصاب له أجر، ومن اجتهد وأخطأ له، من اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ له أجر. أنا كنت حكيت حكاية هنا، إن أنا أول ما سافرت إنجلترا كنت بتباهى جدا إن أنا مصري، كان 78 وكنا لسه خارجين من حرب أكتوبر، وكنت أنا مشارك فيها، أنا طلعت من الجيش 76 دخلت 72، وكنت بتباهى جدا إن أنا مسلم، لأن كان في حاجات في الإسلام الماضوي ما كنتش عارف انها موجوده. ابني موجود في امريكا كان بيقول لي، جارتي مره صبحت عليا وقالت لي يا حسين انت اخلاقك حلوه قوي، انت مسلم ليه؟ يعني اصبح الاخلاق السيئه مرتبطه بالاسلام. لابد ان احنا الكلام ده ما يمرش مرور عابر علينا، لابد الكلام ده ما يمرش مرور عابر علينا. انا سنه 78 كنت بقول انا مسلم وانفي في السماء، لا اريد في اخر حياتي اقول انا مسلم وانا مطقطق الراس، او ابني يقول انا مسلم في امريكا وهو مطقطق الراس. لو احنا فكرنا هنا ان احنا نغير هذا الكلام ونجنب من ينتفع به، او حتى لو عايز يشارك معانا يشارك وينتفع من خلال دفعه لقدام، ده هيكون شيء كويس. مره ثانيه، انا كنت بمثل الاسلام، القمر اول ما ابتدى من 4 مليار سنه كان بيلف على بعد 4000 كيلو، بيلف يورينا الوجهين. مع الوقت بقى بيورينا وجه واحد. الاسلام كان ليه وجهين، وجه مرتبط بعصره وقيم عصره، ووجه مرتبط بالقيم الانسانيه العليا. هو الوقت المفروض ما يوجهناش الا بوجه واحد، هو الوجه المرتبط بالقيم الانسانيه العليا. كنت برضو بقول حاجه ثانيه، ان القرد او القرود الشمبانزي لما يبقى فيه هيصه في الغابه، القرد بتحضن والدها جامد لدرجه انها بتموته. فبرضو اللي بيحضن الاسلام جامد بيكون بيموته. يجب، ودي احنا في الهندسه بنفرق، كنت اتمنى احمد عاطف يبقى موجود، بنفرق كويس جدا بين الترانزيانت ستيت والستيدي ستيت، بين الحاله الاوليه والحاله
المستمرة. الحالة الأولية بالنسبة لنا بالنسبة للإسلام استمرت 1400 سنة باعتبارها ترانزيت. الستيدي ستيت إن إحنا لابد إن إحنا نعيد النظر ونعيد صياغة الإسلام بما يسمح لي أن يستمر كما يقولون إلى أبد الآبدين، أو حتى يرث الله بتعبيرهم يرث الله الأرض ومن عليها. أنا كان عندي هنا أسئلة كتيرة كنت عايز أبين بيها إن الأمر مش بالبساطة اللي هم بيتكلموا بيها، بس أنا بحاول إن الوقت أستفاد بيه أقصى استفادة، لأن أنا هبتدي أتكلم على الحاجات اللي أنا شايف إن المفروض تتصلح، وبعدين هتكلم على رأيي الإصلاح يتم إزاي. أنا يعني وأنا بكتب الكلام ده بتمنى إن ده اللي جاب تفكير ساعتها الكوبليه بتاع محمد منير: قدمت شكوتي لحاكم الخرطوم أجل جلستي لما القيامة تقوم. فأنا مش عايز يعني الكلام ده يتأجل لحد القيامة تقوم. أرجو إن إحنا ربنا يوفقنا إن إحنا نتقبل هذا الأمر ونعيد النظر فيه مرة ومرات ومرات، وناس كتير تجتهد فيه. أنا لو هيبقى لي شرف يبقى لي شرف إن أنا بس فتحت الباب، والسن لم يسمح بأكتر من كده. من الحاجات اللي أنا كان يهمني جدا إن أنا أقولها إن الدين فيه نسبة عالية جدا من الذاتية. الذاتية اللي موجودة في الدين يجب أن تؤخذ في الاعتبار أنها تختلف تماما عن الموضوعية. الموضوعية بيتفق فيها جميع البشر، الذاتية لا يتفق فيها إلا من يراها من خلال ذاته. الفلسفة فيها نسبة كبيرة من الذاتية، بس فيها نسبة كبيرة من الموضوعية. العلم نسبة كبيرة جدا من الموضوعية، تمام؟ الدين نسبة كبيرة جدا من الذاتية. الدين نسق يحكمه الغيب. يعني الفلسفة نسق، والرياضيات نسق، والعلم نسق، الفلسفة نسق يحكم الغيب، الفلسفة نسق يحكم الغيب، ودي النقطة القاتلة. ويمكن أنا كنت سألت امبارح الدكتور بهي وكنت أتمنى يكون موجود: ما الفرق بين الغيب والخرافة؟ من منظوري الغيب إن أنا أقول لك حاجة متعالية على الحس، الخرافة إن أنت تبتدي تستنتج منها. تمام؟ لو قلت لك حاجة متعالية على الحس هعتبرها غيب، لكن لو ابتدي استنتج منها وابني عليها هعتبرها خرافة. اعتبرها ان دي خرافه. الحاجات الغيبيه باي ديفينيشن هي متعاليه على الحس. طالما متعاليه على الحس حسب كلام كانت في نقد العقل النظري وفي نقد العقل العملي تبقى متعاليه على العقل، يبقى هي متعاليه على الحس والعقل، لكن انا بقبلها من خلال الايمان، فهي لازم تكون في اقل حدود ممكنه. لازم تكون في اقل حدود ممكنه، والا هيترتب عليها الضرر اللي هو بنشوفه النهارده في داعش وبنشوفه في غيرهم: القتل بمنتهى السهوله ومنتهى الاريحيه، وزي ما قلت من شويه قبل انتم ما تيجوا ولد واقف على النت ماسك راسين وبيضحك وفرحان بتاع 17 18 سنه. تمام؟ لابد ان الامور دي تكون واضحه يعني، وما ناخدهاش بخفه ورعونه. لا، احنا ممكن ندفع، احنا لحد النهارده مصر ما دفعتش الثمن الغالي اللي سوريا والعراق دفعته، بس ممكن ندفعه لو تمنينا وناخد هذا الامر بخفه وباستخفاف. النقطة أحب أركز عليها كويس جدا اللي ممكن يقول لك أنت هكذا تدمر الإسلام. الذي يقتل ويدمر الفكرة ضعفها الذاتي وليس بأي حال من الأحوال الهجوم عليها، بالعكس الهجوم عليها يقويها لو كانت هي قوية وقادرة أنها تدافع عن نفسها. تاني، اللي بيقتل الفكرة ضعفها الذاتي وليس قوتها أو عدم قوتها، لو هي قوية بالعكس الهجوم عليها بيقويها. وكنت اديت مثال في الملاكمه بالوزن الثقيل الثقيل اللي بياخد الوشاح بتاعها لازم كل 6 اشهر يواجه متحدي والا بيتسحب منه الوشاح. الفكره القويه تنطبق عليها مقوله نيتشه: كل ما لا يقتلني يقويني. الفكره الضعيفه بتواجه نفسها بالقانون، بتواجه نفسها بالاغتيال، بتواجه نفسها بحاجات كتيره. الفكرة القوية مش محتاجة لكده، الفكرة القوية مش محتاجة لكده. كان متنبي بيقول بيت شعر، معلش انا احيانا البوكسر المستدام: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، قد يطعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. تاني، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، قد يطعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. الرأي هنا يقصد به الفكر، يقصد به الفكر، يقصد به الفكر.
يمكن انا كنت بقول كنت بقول ان في لو سئلت انت على اني مذهب هقول انا على مذهب عبد السلام، وعبد السلام ده المفروض انه ابويا. انا من خلال سن 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين اللي خلاني مسلم ابويا، خلاني مسلم بكلام قاله لي، انا بعتبره عقد حتى لو مش مكتوب فهو مكتوب. هذا الكلام لو لم يكن في الاسلام فبالتالي يبقى انا مضيت عقد مش سليم، مضيت عقد مش سليم. العقد اللي ابويا كان قاله لي انا هقول بنوده، هو قاله لي على سنوات عمري ما بين 6 سنين لـ10 سنين، وعشان كده انا كنت مسلم شديد شديد التدين، وما زلت شديد التدين بمبادئ عبد السلام الشناوي اللي هو ابويا. كان بيقول لي كل الناس ومهما كانوا سواسية لديك، ما قاليش مسلمين، كان بيقول لي كل الناس ومهما كانوا سواسية لديك لا يفرقهم عندك إلا أخلاقهم، لا يجب ألا يمنعك أحد من التفكير. دايما تنك فكر، ما تخليش حد يمنعك من التفكير. إياك وأذية الناس، إياك وأذية الناس، حاول على قدر الإمكان إن أنت تساعد الناس. كان بيقول لي حاجة أنا بعملها هنا، وبعدين ابتديت أعتذر للناس نتيجة للسن إن أنا ما بقدرش، ما تسلمش على حد وأنت قاعد، يعني حاجة صغيرة، لو شفت واحد تعرفه تبادئه بالسلام، ما تخلوش هو اللي يبادئك بالسلام. نقطة ويمكن أنا بختلف فيها، كان ليا صديق المسيحي الدكتور رشاد أنا بعزه جدا جدا، بختلف فيها معاه ومع المسيحية، إن أنا ادفع أذى من يريد إزاءك بكل قوة ولا تستكين. يمكن أنا في جانب إنساني رائع في المسيحية، بس في جانب تاني من ضربك على خدك الأيمن لا، ادفع أذى من يريد إزاءك بكل قوة ولا تستكين. حياة الإنسان هي كرامته، حافظ على كرامتك. الله هو كل الأشياء الجميلة في هذا الكون، دائما حاسب نفسك قبل أن يحاسبك الآخرون. ده كان اللي كان بيقولها لي مع الزمن، كان بيقولها لي مع الوقت. أنا بقول لك عندي 70 سنة، ولما باجي أسلم على الناس بتضايق جدا لما بقدرش أقف، لأن هو خلاص علمها لي. بتضايق جدا لما أنا ما بادئش الناس بالسلام. ده اللي أنا شايفه. لو أنا شايفه بقى إن لو كان أبويا قال لي إن الإسلام ده هو إسلام داعش بكل القيم بتاعته، كنت هقول له يعني أنا آسف، أنا آسف، أنا يعني مش هقدر إن أنا أتبع هذا الأمر حتى وأنا عيل صغير، مش هقدر إن أنا أتبع هذا الأمر حتى وأنا عيل صغير. أنا أعتقد إن القيم دهيت، وممكن إن إحنا هقولها نقط جاية، لو تبنيناها وتوسعنا فيها، لو تبنينا هذه القيم وتوسعنا فيها هيكون شيء جميل جدا. أبويا كان عايشها، أبويا كان عايشها، وعشان كده أنا كنت مصدقها، لأنه كان بيعمل عكسها ما كنتش صدقتها. القيم دي لو تبنيناها هنرجع تاني، هرجع أنا تاني فخر أقول أنا مسلم. أنا ما انسحبتش من هذا الدين، لا، أنا على هذا الدين مرة تانية، لأن هذا الدين بيدعو لكل القيم العليا، ويعلى ولا يعلى عليه بإنسانيته وليس بسيفه، يعلى ولا يعلى عليه بإنسانيته وليس بسيفه. كان في عبارة جميلة لكانت أنا هقولها، كان بيقول الله لم يقل لي أي شيء على لسان بشر، ده رأيه، لكن قال لي شيئان فقط من خلال ضميري، لا تؤذي مخلوقاتي وساعدها. نفس اللي كان أبويا بيقوله لي، على الرغم أنه مدرسة فلسفة خالص، على الرغم أنه مدرسة فلسفة خالص. لو أنا عايز أقول هناك دين أنا بدعو ليه دلوقتي، وهذا الدين هسميه الإسلام، هذا الدين هسميه الإسلام، أقول قيمه إيه؟ أقول إيه القيم بتاعته؟ دين لا يهين إنسانية الإنسان، وليس لا يهين إنسانية المسلم. مرة تانية، دين لا يهين إنسانية الإنسان، وليس لا يهين إنسانية المسلم، لا يهين إنسانية المرأة، لا يهين إنسانية من هو غير مسلم.
دين لا يهين حرية الفكر للإنسان. أنا مقتنع بدوت وأتمنى وحسميه الإسلام، ولو كان أبويا توسع وقرأ الفلسفة كان على هالي. لا يذل الإنسان ولا ينشر الجبن والفزع فيه. تاني، لا يذل الإنسان ولا ينشر الجبن والفزع فيه. إله لا يعذب لكن يعاقب، يعاقب، يشرع الثواب والعقاب المناسب للفعل محل التشريع بلا أي مغالاة وبلا عقاب بدني وبلا عقوبة واحدة لكل الجرائم. أنا قلت هنا حكاية وحرجع أعيدها مرة تانية. البابا الكاثوليك كان بيقول إن الإله الرحيم لا يعذب بجهنم، دي جهنم مجرد فكرة للتخويف لكن مش حقيقة، مش حقيقة إن ربنا هيعذب بيها. في ولد من الأولاد وقف له وعايز يتكلم، فالولد اتلجلج وسكت 10 سنين، فقال له هاتهولي، فراح له وقال له في ودنه، فرد عليه في ودنه والولد مش، قال الولد بيقول لي أبويا كان ملحد بس كان طيب قوي ومات، هيبقى دلوقتي في الجحيم؟ فقال له ربنا ما بيعذبش عباده الطيبين، وهو كان قبل كده قال حتى ما بيعذبش الأشرار، ممكن يكون بيعاقبه بس مش شرط العقاب يكون بالعذاب. هذا الإله لا يعاقب على الأفكار، لا يعاقب على الأفكار بل يعاقب على أفعال الجرائم، لا يعاقب على الأفكار بل على أفعال الجرائم. لا يسفه الحياة ولا يهين الجسد، يعمق إحساسنا بالحياة بالوجود وقيمته ومعناه، ولا يدعونا للهرب من الحياة لحياة أخرى، ولكن يدعونا لأن نبذل أقصى جهد لتعميق هذه الحياة لينا وللي هيجوا بعدنا، لينا وللي هيجوا بعدنا. لا يقاوم العلم وتطوره ويطلق العقل من عقاله ليحلق في سماء الحرية، ما يحبسوش في قفص التعصب. تبدو كلمات بسيطة لكن تطبيقها صعب جدا، تطبيقها صعب جدا. الله هو الحب والرحمة والجمال والحكمة والعدل والحق والخير، هو مطلق القيم الإنسانية العليا. تمام؟ الملحوظة اللي أنا كنت عايز أقولها بالنسبة للديانة الفرعونية، الديانة الفرعونية كانت بتقول اللي بيموت وبيتحاكم أسد في كتاب الموتى وبيتحاكم أسد محكمة الآلهة، كان بعد ما يستعرض أعماله والآلهة تستعرض أعماله بتوزن قلبه بريشة، ويمكن دي موجودة في الديانات الإبراهيمية، لو قلبه أخف من ريشة فبيروح للجنة، وهقول إيه هي الجنة بالنسبة له، لو قلبه أكبر أتقل من ريشة بيلتهم وحش، يعني بيرجع للعدم تاني، لكن ما كانش في المصري القديم بيؤمن ولا بيقول بعذاب أبدي، كان بيؤمن ويقول إنه هيرجع للعدم، مش هيستمتع بالجنة، الجنة كانت إيه؟ إنه هيرجع في أرض تاني زي أرض مصر، فيها نيل وفيها زرع ويبذل مجهود ويزرع ويعيش حياته بس بدون مرض وفي شباب ده، هيعيش حياته بدون مرض وفي شباب ده. لو احنا لم نحترم ابداع الانسان في الفن وفي العلم وفي الادب وفي الفلسفه، لو احنا دعونا من يتبعنا لسلب حياه الاخرين، لسلب مال الاخرين، لسلب ارض الاخرين، لسلب عرض الاخرين، لاذلال الاخرين وقسم نفسهم، يجب أن نعيد النظر في أفكارنا. من رأيي يجب أن نعيد النظر في أفكارنا. يجب أن يصير فينا الدين الذي نتبناه الأمل لا الاكتئاب. يجب أن يكون إلهه نموذج لينا في الرحمة والعفو والمغفرة. ويمكن أنا هختم الكلمتين اللي قلتهم دول قبل ما أتكلم. أنا متخيل الإصلاح يتم إزاي في الإسلام. كان عبد الحليم بيقول جئت من طين ولكن لا تلمني فمن الأضواء ذاتي. كان نيتشه بيقول أنا النار تأكل بعضها، كل ما أمسكه نور وكل ما أتركه رماد. كان هتلر بيقول على الرغم أنه ما عملش بيها، عندما تقوم القيامة سيتزلزل كل شيء، على الإيمان بقضية عادلة. أنا كنت بطلع على مجموعة من أعمال الفلاسفة، من أهم الأعمال كان لباروخ سبينوزا الأخلاق. الكتاب الأخلاق بتاعه مترجم وموجود على مكتبة نور. في كتاب الأخلاق هو حاول يعمل الآتي، حاول أنه ياخد
نفس اسلوب الرياضه. يمكن انا كنت جايب ورق هنا، لو ما اعرفش هيكفي او لا، ارجو ان يتوزع بمجرد الاطلاع عليه بس مش اكتر. الرياضه بتبتدي بتعريف، بتبتدي بمسلمات، يبتدي بديهيات هو حطها، وابتدى يستنتج منها كل القيم الاخلاقيه المفروض تكون مبنيه على قواعد منطقيه. نفس الكلام جه بعديه ب 200 سنه قامت وعمل نفس الاسلوب تماما، نستنتج القواعد الاخلاقيه من قواعد منطقيه عقليه. نفس الكلام عمله هيجل، انه يستنتج الفكر الفلسفي بتاعه كله من الجدل، والجدل الهجلي من ثلاث قوانين حطهم، نفي النفي والتغير الكمي والتغير الكيفي الى اخره. انا كنت بقول احنا كنا بنبتدي دايما الشغل بتاعنا واحنا معتمدين تماما ان مصدرين عندنا ما لهمش تالت وبنصهم القران والحديث. انا كنت بقول لو احنا نعيد نظره مره تانية ونبتدي نحط حاجه مسبقه، الحاجه المسبقه دي فكر منطقي يكون من احد الينابيع التي يستخدمها، من احد الينابيع التي يستخدمها القران والحديث، ايفن وثائق الامم المتحده، وثائق حقوق الانسان، اتفاقيات جنيف، دساتير الدول الحره وقوانين الدول الحره. كنت بقول لو انا هتبع اللي هيجل عمله، لو انا هتبع اللي كانت عمله، لو انا هتبع باروخ سبينوزا عمله، وهحط تعريفات زي ما هي موجوده، حاجات مرر الورق، وهحط تعريفات زي ما هي موجوده في الرياضه اللي استنتجت منها 3000 نظريه بالنسبه لاكليدس، وزيهم بالنسبه للهندسه الغير اكليديه سواء لوبتشيفسكي او جاوس او ريمان بمعنى اصح يعني. لو انا هحط تعريف، لو عايزين نعرف الله، الله هو روح الوجود. تفهمها ازاي؟ افهمها زي ما انت عايز. اسعى لاكون شعاع على الارض من نور الله ورحمته. الكلام اللي انا بقوله ده لو انا مسلم بيه هبتدي بعد كده ابقى متخيل انا هستنتج منه ازاي. المسلمات واعتقد يتفق فيها المسلمين والمسيحيين واليهود، الله هو المطلق، الله هو القيم العليا، الله عادل، الله لا يخدع، الله رحمن رحيم، الله يريد لنا الخير. كل ما لا يواكب الزمن يجب ان نعيد النظر فيه ليتوافق مع الزمن. لو احنا حطينا المبادئ دي وابتدينا نستنتج منها فكرنا للدين، واخدين في الاعتبار الحاجات اللي انا قلتها، اكيد لما هنستنتج منها ما يجعلنا امه مسالمه، امه قادره على ان توائم قيم العصر، امه قادره على ان تدفع اذى من يريد اذاها، امه قادره على ان تتبع العلم لاخر مداه سواء العلم النظري او العلم الطبي. يمكن الحاجه اللي انا هختم بيها، كل الرموز الاسلاميه كانت بنت زمانها ومكانها. لو النهارده بعثت هتلاقي نفسها قدام مكانين، محكمه العدل الدوليه وتهمتها الاعتداء على شعوب مسلمه، او المحكمه الجنائيه وتهمتها اللي هي كانت قيم عاديه جدا زمان، السبي وقتل الاسرى والى اخره. هذه القيم كانت عاديه جدا في زمانها. لو خرجناها حطيناها في سياقها النهارده، في سياق قيم النهارده، يبقى هنلاقي نفسنا في محكمه العدل الدوليه او في المحكمه الجنائيه الدوليه. شكرا. شكرا للباحث المهندس محمد الشناوي. انا لي عدد غير يسير يعني من الاشكالات اعرضها عليه. يعني المهندس محمد الشناوي تحدث عن مساله انه هناك نصوص ملهمه لمساله قيام عمليه من التنوير والدفع باتجاه الحداثه، وهذا صحيح، ولكن يعني كم النصوص الملهمه للتنوير والحداثه لا يوازي ابدا كم النصوص الغير طبيعي الملهمه لمساله الظلاميه والرجوع للوراء. فيعني اسال فقط، ما هي النصوص المحدده وكيف سنحدد ذلك ومن الذي سيحدد ذلك، واي جمعيه او اي عدد من الناس او جهه معينه او تيار معين سيكون له الاهليه لفعل ذلك، و يعني ارغام حتى الباقين ان هم يعملوا بذلك. الجزئيه الثانيه، حضرتك تحدثت ايضا عن انه البشر لا يعرفون الله معرفه حقيقيه.
وهذا صحيح، ولكن المشكلة أنه كثير من علماء الدين يدعون أنهم هم من يعرفون الله معرفة حقيقية، وهي دي الأزمة، ويصدروا تصورهم عن الله على أنه التصور الأحادي والذي يجب عليك أنت أنك تسلم به. وللأسف الشديد شريحة أيضا كبيرة مؤمنة بهذه التصورات المروج لها من علماء الدين. مسألة أيضا العودة للأصل، حضرتك تحدثت عن أنه الأصل وافر بما يسمح بعملية التحديد. طيب هو الفكرة في العودة للأصل، أنت لو عدت لهذا الأصل تجد كثير من هذه الأصول على إشكاليات وتقف حجر عثرة أمام مسألة التحديد. فيبقى أنت ممكن تقول تعود للأصل، هل مسألة العمل بهذا الأصل مباشرة أم لتكييفه مع الأوضاع الحالية لإحداث عملية التحديد؟ مسألة أيضا العودة للتشريعات الدينية أو حتى سن التشريعات الدينية، المهندس محمد الشناوي تحدث عن مسألة أنه هناك وثائق الأمم المتحدة ودساتير الدول الحرة ومواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وأثنى على كل هذه. أنا أسأل، طب ما قيمة التشريعات الدينية إذن إذا كان كل هذه الأشياء هي مثنى عليها ولا قيمة عظيمة جدا ودفعت كثيرا في اتجاه حريات البشر؟ يعني ما قيمة التشريعات الدينية؟ أيضا عندي إشكال على مسألة الغيب والخرافة ومسألة أن حضرتك وضعت حد فاصل بينهم، يعني وإن كان هناك تمايز ما بينهم طبعا إلا أنهم الاثنين يندركوا تحت بند ما هو ميتافيزيق وما هو غير ملموس وما هو غير مادي وما لا يستطيع أحد أن يتحقق منه. فالغيب اللي يؤمن به فلان قد يختلف عن الغيب الذي يؤمن به الآخر، والقضية الرئيسية هي مسألة فرض هذه الغيبيات من فلان الذي يؤمن بالغيب على نسق معين ويفرضه على الباقين جميعا، وأحيانا يفرضه بقوة السلاح. الجزئية الأخيرة عشان أنا أطلت، البيت اللي ذكرته للمدعو أبو الطيب المتنبي، أنه حضرتك قلت الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أولا وهي المحل الثاني، لحقا تذكرت باقي القصيدة أنا حفظت، فيعني تعرضت لبيت شعر فيها بيتحدث عن سؤال سألته حضرتك في نهاية المقدمة بتاعك، هو يتبع بقى هي أولا وهو المحل الثاني، خضعت لمنصلك المناصر كلها وأذل دينك سائر الأديان. لا أنا ما قريتش دي، معلش أنت قريت التحور. فأنا يعني أعرض على حضرتك هذا الكلام. أنا ما قريتش دي. أنت قريتها التحور. يعني هو أيضا يتحدث في مسألة أولوية دين واختصار دين على كافة الأديان الأخرى، السؤال اللي أنا طرحته على حضرتك وما زلت أطرحه. حضرتك طبعا حضرتك يعني أنا أفضل أجاوب عن واحد واحد. مش هجاوب على الأسئلة. معلش الزنول يعني وهجاوب يعني بصورة سريعة بس كم النصوص الملهمة للتنوير والحداثة وعكسها ومين التخصصات اللي هتعمل؟ أنا كنت طلبت كان عند مع مؤسسة المصريين الدكتور سمير ومع أحمد سابر هنا على المنيون ومع الدكتور سعد الدين إبراهيم في ابن خلدون، لو سمحتم حاولوا تجمعوا كل التخصصات، يكون أحدها رجال الدين لكن تخصصات في كل المجالات، وتبتدي تعيد نظر مرة تانية في صياغة حديثة ومليئة بالحداثة بالنسبة للإسلام. إن لم نفعلها نحن هنا ستفعلها في الأغلب الأعم تونس، وسيفعلها في الأغلب الأعم المغرب. الشمال أفريقيا في فوران بيحطنا إحنا في الخلف تماما، وأصبحت مصر اللي كانت في المقدمة والباقي وراها أصبحت المغرب وتونس أو تونس والمغرب وبعدين إحنا، وللأسف الجانب الأسيوي غرقان ربنا معاه. يعني فدي أنا بقولها هنا، تتحملوا أنتم مسؤولياتكم، ادوني مسؤولية مكان من الأماكن دول وأنا هعمل الكلام ده، أو أنتم تحملوا مسؤولياتكم. أنا بشاور على الراجل اللي هناك ده مش راضي يرد عليك. فحضرتك نجيب الناس اللي كافة التخصصات وابتدي اقعدوا فكروا لنا الإسلام أهو بمنظوره 1400 سنة، النهاردة عايزين منظور جديد طلعوا. تمام، دي أول حاجة. البشر لا يعرفون الله معرفة حقيقية، رجال الدين بيقولوا انهم يعرفون معرفة حقيقية وبيقولوا للناس كده، دي حلها سهل جدا. مارتن لوثر لم يكن لينجح وينجح المذهب البروتستانتي لو لم يكن دعم سياسي، لو وجد دعم سياسي سيحرس كل هذه الأجساد، ودي خليها تفكير، بدون دعم سياسي لن تحرس هذه الألسنة. العودة للأصل عليها إشكاليات،
هل نرجع له مباشرة أم نرجع بتكييفه؟ لو أنت رجعت للنقطة اللي أنا قلتها إن أنا حاطط مجموعة من المبادئ سواء مسميها تعريف أو مسميها بديهيات أو مسلمات وابتديت من خلالها إن أنا أبتدي أعيد نظر في كل الكلام ده مرة تانية، هقدر أجاوب على سؤال أو هيقدر اللي هيعمل كده يجاوب على سؤالك بما يجعله يحقق الهدف اللي في تفكيرك إن أنت عايز تحققه منه، إن أنت تحقق حداثة وتحقق تقدم فكري وتحقق تقدم أخلاقي وبعدين تقدم على أرض المجتمع كمجتمع سواء بقى بعده السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الفكرية أو الاجتماعية إلى آخره. أنا بقول وثائق الأمم المتحدة فما قيمة التشريعات الدينية؟ الحقيقة ظلت المؤمن أينما وجدها اقتنصها. الحق والحقيقة ظلت المؤمن أينما وجدها اقتنصها، تمام؟ في أي مكان هقتنصها. بصوا يا جماعة في فارق رهيب جدا، أو أنا كنت حاجبهم معايا بس الشيلة تقيلة. في فرق رهيب جدا ما بين وثائق الأمم المتحدة، إسرائيل ما بتطبقهاش، الولايات المتحدة ما طبقتهاش، بس ما تقوليش عشان أنا غير حرامي، طب أنا ببقاش حرامي ليه؟ تمام؟ على أعلى درجة من الرقي الأخلاقي، اتفاقيات جنيف على أعلى درجة من الرقي الأخلاقي، لو إحنا ابتدينا بتبنيها هيبقى إحنا نعلى ولا يعلى علينا، ونجبر الآخرين على تبنيها، لأن إحنا نعلى ولا يعلى علينا. واللي قاله غاندي لو اما بيقولوا له انت ليه ما بتضربش الانجليزي وتقتل زي ما بيقتلوكوا؟ قال له لو عدني كلب مش حاجه وراه عض. لو احنا تبنينا هذه الامور وقلنا دي جزء من ديننا هنبقى احنا قادرين على ان ندفع الاخرين ان احنا اعلى فعلا منكم انسانيا، وان احنا هنبقى اعلى منكم حتى حضاريا، ونقدر نصوصكم لا تصوصونا. بالنسبه للغيب والخرافه، الغيب والخرافه الاثنين تحت بند الميتافيزيقا، بس الغيب امكان اثبات خطأه صعب، لكن الخرافه امكان اثبات خطأها سهل. الغيب والخرافه الاثنين ميتافيزيقا، بس الغيب اثبات خطأه صعب. انت لا تستطيع اثبات عدم وجود الله، زي ما كان راسل بيقول ما تقدرش تثبت ان ما فيش براد شاي بيدور حوالين المريخ، لكن الخرافه امكانيه اثبات خطأها سهل. تمام؟ اعتقد انا كده جاوبت على اسئلتك. طيب الشباب خدت الدين، طبعا احنا شفنا داعش وشفنا الحاجات دي، فاحنا اتصدر لنا الدين بشكل يعني غير صحيح، ففي شباب سابت الدين عشان شافت ان هو ما بقاش يصلح لهذا الزمن، فازاي نقدر نرجع الشباب دي للدين الاسلامي الصحيح زي ما حضرتك بتقول؟ لو عملنا الدين الاسلامي الصحيح فين الكتب اللي نقدر نقول عليها تقدر مجتمعك ال 100 مليون ما فيهوش رجاله تمتلك الشجاعه انها تقعد في المكان ده وتقعد مع بعض وتقول الاسلام الصحيح كذا، ومش عايز كلمه تكفير، تمام؟ وما عدا ذلك هو خطا وليس بالاسلام. مجتمعك ما فيهوش الناس دول، ومش عايزهم رجال دين، انا عايزهم رجال فكر، مش عايزهم رجال دين، انا عايزهم رجال فكر. مجتمعك ما انجبش الناس دول، احتمال تونس تنجبهم لينا، احتمال كبير تونس تنجبهم لينا. في الحاله دي هنستوردها من تونس، وتونس يبقى لها استقرار، ومش مهم يبقى مين اللي يستقر، بس المهم انه يجي. واحتمال المغرب، لو تتفرج على الاحاديث اللي مع التوانسه والاحاديث اللي مع المغاربه سابقنا قوي، سابقنا قوي. لو تتفرج على التفسير العلمي للاعجاز العلمي كان مين اللي زغلول النجار، اتعامل ازاي في المغرب، اتعامل ازاي في الاردن، بتعامل ازاي في مصر، الناس دي سابقانا، وسابقانا في الاتجاه السليم. فممكن لو ما جاتش من عندنا هتيجي من عندهم. طيب كان يدخل في الرأي العاقل ينظم لقاء ليه مناقشة مستقبل المسيحية والكنيسة في مصر والعالم، زي ما كان عندنا الشجاعة لمناقشة مستقبل، لأنه إذا كان يعني شايفين إنه في حالة معاناة شايفينها من الإسلام، أنا بشوف أيضا كمان إنه في معاناة أشد والأصوليات الدينية عامة، يعني المجتمعات اللي بتعاني من الأصوليات الدينية، يعني هي الحقيقة لما تشتغل بشكل أفضل تشتغل على وضع أطروحات أفضل بكتير جدا في الفكر من إن هي تدي قبلة حياة، لأن اتقال التعبير ده على لسان المهندس محمد قبلة حياة. الحقيقة أنا مش عايز قبلة حياة لأي أصولية دينية خالص، ولا عايزها تبقى موجودة من الأساس في المشهد، ولا يتم استدعائها، لأنه يعني إحنا يعني بقالنا سنين طويلة جدا
فبالتالي فاحنا مش محتاجين ان احنا نسترعي الاصوليه الدينيه كل وقت ونحاول ان احنا نرجع تاني لمنطقه التسخين للقضيه، لانه طبعا اصحاب الاسلام السياسي منزعجين جدا من انه بيحصل عمليه تبريد للمشروع في مصر في المنطقه، وبالتالي هم راجعين مره ثانيه يعيدوا تسخين الموضوع مره ثانيه وتقديمه للشارع مره ثانيه بشكل اخر. يعني الامم نفسها معيار تقدمها مش بيكون خالص من خلال فكر ديني، ما حصلش ده، يعني ما حصلش ان العالم حصل له نقله قيميه محترمه من خلال منظومه دينيه، ايا كانت هذه المنظومه الدينيه. التسجيل بانه المنظومه الدينيه فيها قيميه، ده الحقيقه فيها تدليس وتشتيت للذهن ومحاوله تمرير فكره جوه المجتمع مره ثانيه. انا عايز اسال المهندس محمد، هو استخدم تعبير الافضل، يعني ليه انت حضرتك شفت ان المسلم مفروض ان هو يكون افضل؟ يعني ايه اللي موجود عند المسلم مش موجود عند المسيحي، مش موجود عند الكوسي، مش موجود عند اليهودي، عشان انا اخد المسلم ده واقوله ان ده على الغرض من فوق، هو لازم يبقى احسن، ان هو يبقى افضل. يعني انا الحقيقه دكتور لو انا هختم انا في حاجه واحده بس، الحقيقه انه في اشكاليه كبيره جدا. يعني اللي انا عايز اعمل بالفعل تنوير حقيقي، يبقى هو ما يعملش اي تماس من هنا او من هناك باستدعاء فكره دينيه للمجتمع، لانه احنا بنعاين، احنا بنقول ان العلمانيه هي اللي هتقدر تخلي المجتمع ده يبقى في وضعيه افضل، فما اجيش انا اقول له لا ده في منظومه قيميه في جوه دين فلان، هيطلع لي برضه المسيحي ويقول ان انا عندي كمان، انا جايب لك بقى بولس الرسول واقول لك انا بقى تعالى احكي لك انا على بولس الرسول عمل ايه، القصه مش هتخلص كده. فانا يعني اتمنى ان احنا في الوقت اللي جاي وسريعا، يعني انا معلش بتطفل بالطلب على ارض المكان انها تجيب حد يناقش كمان مستقبل المسيحيه عشان نسمع الاصوليات الدينيه بيفكروا ازاي. يناقش المستقبل المسيحيه في مصر والكنيسه، انا موافق معاها تماما، يعني ان يكون في المناقشه لمستقبل المسيحيه ومستقبل الكنيسه من نفس المنظور اللي بنناقش فيه بالنسبه للاسلام. بالنسبه لقبله الحياه، انا لا اقصد بها نهائي البعث الفكري المتخلف السلفي، انا اقصد بها بعث فكري جديد تقدمي، تقدمي بمعنى انساني، والا انا بسيب 1.5 مليار انسان بسيبهم نهب للفكر المتخلف. لو لم يجدوا فكر تقدمي سيظلوا نهب للفكر المتخلف. انا بحاول ان انا امد ايدي وابعد الفكر المتخلف واحط فكر جديد. لو حضرتك هتقول لي الافضل ليه المسلم افضل عشان يكون افضل، لا انا لو انا كنت بكمل الكلام انا بحاول ان كان الوقت يبقى اقل، بقول ان المسلم يمكن ممكن يكون افضل لو كان اكثر تسامح، لو كان اكثر محبه، لو كان اكثر عدل، لو كان اكثر رقي اخلاقي تجاه الاخر، لو 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 في الحاله ده اهي يبقى المسلم افضل. مش بقول المسلم افضل بحالته الحاليه، لا المسلم مش افضل بحالته الحاليه. حضرتك ليه بتحاول تحط منظومه قيميه في الدين، تخلق من الدين منظومه قيميه؟ لا انا ما بخلقش من الدين ده، انا اول ما الكلام قلته قلت هناك قيم للعصر الماضي لا تستطيع ان تطبقها في العصر الحاضر، والقيم دي انتهى امرها، ونحاول ان احنا نحط قيم جديده. فانا لا احاول بحث قيم قديمه على الاطلاق، والا ما كنتش قلت حد يرد على السبايا، وحد يرد على الاماء، وحد يرد على العبيد، وحد يرد على التيار السياسي الى اخره. انا بالعكس انا بقول دي القيم دي مرتبطه بزمانها، احنا نحاول نحط قيم جديده مرتبطه بزماننا عشان نقدر نتعايش معاها. لو ما عملناش كده احنا سايبين 1.5 مليار انسان بالنسبه للمسلمين، بالنسبه للمسيحيين يا ريت لما يجي حد مسيحي متنور ويتكلم، احنا سايبينهم نهب للفكر المتخلف. انا بحاول ان انا اسحبهم من الفكر المتخلف لفكر يكون اكثر رقي وحضاره وانسانيه. القيم هي مش موجودة، كانت من 1400 سنة لأن كانت قيم مختلفة، وهي دي كانت القيم اللي عايشينها. بقول لا نغيرها لأن احنا دلوقتي أصبحنا بقيم جديدة، وعشان كده بتكلم على وثائق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف. الاستفسار الأولاني، حضرتك اتكلمت عن إسلام المستقبل، ولازم يعني بمعنى صح إن احنا نشيل المفاهيم التاريخية الثابتة الموجودة.
بس يعني حضرتك بتتكلم، انا يعني الصوره التقليديه للاسلام الحالي على مر العصور تحس ان هي كانت محميه بالسلطه السياسيه اكتر، يعني كان في نوع من ايه من التحالف ما بين، هنقول بقى سلطه دينيه لان هي مسلطه على الرجوله، كان في تحالف ما بينها وما بين السلطه السياسيه. ف يعني انا فاهم ان السلطه السياسيه هي اللي حافظت على الصوره التقليديه للدين لحد دلوقتي. لو كان في حريه فعلا من السلطه الدينيه مثلا، او مثلا نقول لو ينفع نقول المصطلح ده رجال الدين، او كان في نوع مثلا من الاستقلال او من تبادل الحوار ما بين المفكرين زي ما حضرتك ذكرت، كان صوره الاسلام تغيرت بشكل كبير. لان مظبوط، يعني حتى من عصور قديمه، يعني مثلا لو شفنا فكر ابن عربي مع اختلاف مثلا صوفيه ابن عربي، بس هو طرح فكره مثلا بيقول ان الاسلام والمسيحيه واليهوديه كلها تجليات مختلفه بالله، يعني هو ما شافش ان في فرق. مع ذلك لحد النهارده ابن عربي بيكفر من قبل الجماعه المتشددين. يعني انا يعني عايز الخص اقول ان السلطه السياسيه هي اللي حافظت على صوره الدين بهذا الشكل، او هي العامل الاساسي في الحفاظ على الدين بهذا الشكل. الحاجه الثانيه حضرتك مثلا، يعني انا بحس لو احنا مثلا عقلنا او لو دخلنا الدين بقى بالمفاهيم الثابته اللي هو احنا قلنا عليها المفاهيم الثابته للدين، لو يعني تقصد ايه المفاهيم الثابته؟ يعني مثلا مفاهيم مثلا زي الله والوحي والانبياء، دي مفاهيم بالنسبه لاي دين، مش دين مطلقه. اه انا مش مستعد ان انا المس لا العقائد ولا العبادات، لكن انا بتكلم عن ده سؤال لحضرتك انا عايز اسال. يعني اقصد المفاهيم ديت ثابته في الاديان الابراهيميه بشكل عام، بس حضرتك لو المفاهيم ديت تعرضت لنقد عقلي مش جايز، او ممكن يبقى في قضاء على الدين بشكل عام، او بمعنى اصح لو الدين تعرض للعقل يعني خضع للعقل، مش ممكن يبقى في قضاء على الدين بشكل تام؟ لان ساعتها المفاهيم هتبقى نسبيه بالنسبه للدين. يعني بالنسبه للعقائد لم تستطيع والمئات السنين الجايه ان انت تكذب العقائد، تمام؟ لن تستطيع، لن يستطيع العلم انه يكذبها، يقول لا ديفينيت مفيش اله، لا ديفينيت مفيش حياه اخرى، لا ديفينيت مفيش كذا، لن يستطيع العلم انه يكذبها. لو حتى انها موجوده يبقى انها موجوده بشكل حضاري لا يضر بالبشر ولا يؤذيهم، تمام؟ كونك ان انت بتقول لي انها ممكن تلغي الدين او ما تلغوش، انا الدين قيمته عندي قيمه انسانيه. لو هو بيلغي القيمه الانسانيه يبقى الغاءه واجب، تمام؟ لكن لو هو بيؤيد القيمه الانسانيه يبقى وجوده ذو قيمه وذو معنى. انت بتتكلمني على ان احنا لو انا هزيت العقائد ممكن يتهز الايمان، طب انت كده عايز تتعلم الجري قبل المشي؟ لا، انا المشي الاول، انا عايز اغير الدنيا. كل المفاهيم اللي اتقالت على الدنيا دي مفاهيم بنت زمانها، تعالوا نغيرها، وعندي الوثائق اللي ممكن تغيرها. بالنسبه للعقائد والعبادات انا ما تفرقش معايا في الوقت الحالي، لان مش هي المؤثره، المؤثر هو تعاملنا مع الحياه، تعاملنا مع الحياه الدنيا. انت بتتكلم الاسلام والمسيحيه والوهابيه تجليات لله، هو واحد اللي قال كده، تمام؟ طب ما انا بقول البوذيه والزرادشتيه والكونفوشيه، تجليات هتكذب مين؟ فيبقى اذا هذا الكلام خارج عن اطار التصديق والتكذيب. المنطقيه الوضعيه المنطقيه بتسميه راي ولا تسميه قضيه تحتمل الصواب او الخطا، هذا رايي، لكن ليس قضيه تحتمل الصواب. طيب تقديري لاستاذنا العبد ولصديقي العزيز الاستاذ هادي، في الواقع ان الاسلام بيواجه ثلاث اشكاليات او ثلاث تحديات كبرى في الوقت الراهن. التحدي الاول هو رفض الحداثه والتجديد. بنشاهد في كل يمكن يوم جمعه بنبدا خطبه الجمعه بحديث اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه الى اخر الحديث. هذا الحديث يرسخ لمفهوم عدم التجديد وعدم الحداثه. فهذه اشكاليه ويجب على المسلمين اعاده النظر فيها. الاشكاليه الثانيه وهي رفض او تبني مفهوم العوده الى الماضي. وبيرسخوا حديث اللي هو خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهو شايف ان القرن افضل قرن هو القرن الاول، يبقى لازم نرجع الى هذا القرن. وفي حديث ثاني لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. فهنا ترسيخ للعوده الى المفاهيم القديمه، وهذه اشكاليه ثانيه يجب على المسلمين ان يعيدوا النظر فيها.
الإشكالية الثالثة وهي تتعلق بالتعايش والمواطنة وقبول الآخر، ودي بيرسخ لها مفهوم كان موجود وسائد في حديث اللي هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا إعلان للجهاد وإعلان للحرب، وهذا إن كان جائزا في وقته فغير جائز في هذا الوقت، ومن ثم فيجب إعادة النظر في هذا الأمر، وعلى المسلمين أن يعيدوا النظر في هذا الأمر. وشكرا لكم. العودة للماضي، التعايش والمواطنة يجب على المسلمين، حضرتك يجب على المسلمين، أنا حضرتك لما بسمع كلمة يجب على المسلمين بشاور عليك، بشاور على الدكتور بهي، بشاور على أحمد سامر، تمام؟ يجب عليكم أنتم، تمام؟ أنا أهو أنا لا أملك من الدنيا إلا القميص اللي لابسه والبنطلون، وأديني باجي هنا وبقول كلمة أتأذي بيها أو ما تأذيش مش هتفرق معايا، أنتم على الأقل أكتر شوية مني عندكم مؤسسات، تمام؟ قولوا الكلمة دي من خلالها، كان نيتشه بيقول كل كلمتك ثم تمزق، قولوا الكلمة دي من خلالها، أنتم ما بتقولوهاش، تمام؟ ليه ما بتقولوهاش؟ لأن أنتم كمثقفين خايفين، تمام؟ خايفين من التكفير وخايفين وخايفين وخايفين، تمام؟ لو صوتكم عالي وعددكم كبر مش هيبقى فيه خوف. تمام حضرتك؟ فلو انا بحمل حد العبء بحمل حضرتك انت اول الناس العبء. ليه؟ لان حضرتك انت من العقليات وفي الاماكن التي تستطيع ان تغير من هذا المنظور. ولو بحمل العبء اكتر ان لابد المفروض ان يكون في وسائل للاعلام توصل هذه الافكار لعموم الناس بابسط ما يكون حتى تستطيع تغيير افكار عموم الناس، وتقول له الاذى اللي بيجي لك واللي ممكن هيجي لك سببه فكرتك كذا، ولو غيرتها بكذا هيكون احسن ليك، لو ما عملتهاش طب مين هيعملها؟ يعني عارف حضرتك كان في كلمه الانجليزي بيقولوها ايه؟ كان في جوب لازم يعمله ايفري بودي، لكن ايفري بودي اعتقد ان سام بودي هيعمله، بس فعلا اللي عمله نو بودي. تمام؟ برضه نفس الكلام، احنا معتقدين دي وظيفه ايفري بودي من النخب الفكريه اللي موجوده، الناس اللي هذا الوطن صرف عليهم وحطهم على اعلى مستوى فكري. يتحلوا باعلى مستوى شجاعه ويقول هذا الكلام، انا كون ان اقول النهارده ان قيم الماضي لا تصلح للعصر ده وان انت ما تدافع، انت ما بتدافعش عن شخصيه مقدسه او عن حدث مقدس، انت بتدافع عن قيمه من قيم الماضي، وهي لا تصلح. حضرتك يا ريت يبقى لكلامي مش هقول صدى العفو، هيبقى تاكيد ليه، يا ريت يكون فيه هيبقى لي وقع كويس، ويا ريت يكون فيه، يا ريت انتوا هنا حضرتك حد يتبنى الكلام ده من الشباب ان احنا نعمل محطه اذاعه، نعمل نعمل نعمل، يا ريت، لكن احنا استجمنت، احنا استجمنت، احنا ثابتين في مكان. ده رايي، يعني ده رايي. انا بالنسبه لي لو الراجل الطيب ده وانا بأشير اليه باصبع الاتهام جابني هنا كل اسبوع هقول كل الكلام اللي في نفسي مهما كلفني، مهما كلفني. وفي الاخر حطوا حق اللجوء السياسي الولايات المتحده. مش العلم كله في بطني ده بتاعي. يا فندم انا عارف حضرتك بتشرفنا في اي وقت. انا بس يعني اتساءل هو ليه احنا مش قادرين نقرب من منطقه الانسان؟ انا بشوف ان كل الجهود دي اولى منطقه ان احنا نضغط فيها جهود تنويريه منطقه الانسان. الانسان ده وعاء حامي لقيم عاليه جدا لدرجه أنا أزعم إن الديانات سرقت من محتوى وعملت بها ديانات. لما حضرتك تكلمنا عن الوثائق الأممية دي وضعها بشر. تعالى كده تخيل معايا لو شلنا اسم الأمم المتحدة من عليها ونزلناها لبعض الناس على إنها دي ودي، والله تعترض لأنها فطرية رائعة سوية. أنا عايز أقول إن الإنسان سبق الديانات بكثير قوي. الإنسان سبق كل الديانات بالمحتوى الوجداني والعاطفي والإنساني الرائع. المقدس سرق هذه المحتويات وبنى بها ديانة. أنا بقول عودة إلى تدويج الإنسان. أنا مش عايز أبذل جهد في قضية أي من الأديان أحسن، أي من الأديان أولى، سيبك من دي. خلينا ناخد التارجت المستهدف من هذه الديانات. الديانات كلها استهدفت البشر. تعالوا نوصل للبشر، احط منتج هناك عشان يشتري مني، انا مش عايز الديانات دي تنافسني، مش هقدر ابيع ولا انا عايز ابيع، بس انا عايز اعمل حاجه واحده. الوسائل الاماميه اولى انها تكون في موقع الديانه. انا حضرتك الوسائل الاماميه دي بتقول ايه؟ بتمنعك انت شخصيا انك تزعلني لو انا بحبك.
هل لما تخش داخل النصوص الحاكمة لعلاقة الأب بأبنائه إيه ده؟ ده هو بيحبهم أكتر مني كاتب هذا النص ومؤسس هذه الرسائل. هي دي اللي يسميها على فكرة الديانات جت عشان تنتزع لنفسها القوة، ودي قوة محدش يقدر يشكك فيها. يعني أنت لو أنا متخيلك أنت لو لغينا بند الجهاد ومسمى الجهاد ما كنتش حتى في حد يقدر يدرس داعش. طب الغي الديانات كلها هيبقى كل همي ازاي ابتسم في وشك واسترضيك عشان تبقى جيتك معايا حلوة. لكن طالما في دين وعدني بالافضل والنصر عليك وان هو قوة انا يمكن احاربك. المردود سامي، دعونا نعود الى منطقة الانسان. حضرتك اللي انا بعمله دلوقتي، حضرتك لو سمحت اقعد عشان اقدر اتكلم. اللي انا بعمله دلوقتي حضرتك، حضرتك قلت الديانات سرقت من الانسان المحتوى الانساني وحتى شوهته وحطته تحت اسمها. اللي انا بعمله دلوقتي انا بحاول ارجع المسروق لاصحابه بس بذكاء، وحضرتك المفروض تكون لقطتني من غير ما ان انا اقول الكلمتين دول. يعني حضرتك انا بحاول ارجع المسروق لاصحابه. طيب استاذنا خاصين بموضوع المحاضره عن تطور الاسلام، خلينا بس ناكد من البدايه ان الاسلام في عموما من البدايه خالص حصل له تطورات كتير. احنا يعني من الاول خالص انقسم لسنه وشيعه، وبعدين ظهرت الطائفه الاحمديه، وبعدين القرانيين، يعني حصل تطورات كتير. تطورات ولا تغيرات؟ تطورات تغيرات لا تفرق كتير. تطور يبقى بتجه للاحسن، تغير مجرد تغيير. في بعضها تطورات وبعضها تغيير. زي ايه التطورات؟ التطورات ممكن نقول القرآنيين ده تطور. القرآنيين ده تطور، ممكن سنة وشيعة ده تغير. اتجاه سياسي خالص. لكن احنا موضوع محاضرتنا النهارده في اغلبه كده ظاهر عن الاسلام السني. هل الاسلام السني قادر على التطور؟ لا، عن الاسلام بعموم. طب الاسلام بعموم. هناخد منه جزء. السنة والشيعة لن يتطوروا. ده ملاحظتي. وده واقع الحياة. وشواهد كتير من القرن العشرين من النهارده بتاكد ان هم اصلا رافضين التطور. يعني الاتجاه ده عموما رافض التطور. يعني اي حد حتى بيحاول انه ينتج منتج جديد او يطور شيء في قيمي في المنظومه دي، يا بيتقتل يا بيتهجر يا بيتسجن. فهم رافضين الموضوع ده تماما ومتوقعين على نفسهم، فما فيش اي حل فيه. الملاحظه الثانيه عن محاولة إنتاج يعني قيم جديد يناسب العصر. أنا شايف إنه أصلاً الوقت اللي إحنا عايشينه فيه انفصل عن المسألة الدينية تماماً. إحنا أنت شايف منطقتنا انفصلت؟ يا ريت. صباح الخير حضرتك. إحنا عايشين في تناقض فعلي. هقول لحضرتك على حاجة. إحنا بنقول منطقتنا انفصلت إيه يا راجل يا طيب؟ افتح التلفزيون وشوف. ده عموم الناس. في حاجات ما تقدرش. لا، ما احنا الدم وصل عندي، انا ساكن في اول دور، الدم وصل عندي. لا يا راجل. طب اتفضل يا استاذ زياد، اتفضل. احنا عندنا جزئيه ان احنا بنواجه تشريعات في الواقع على المستوى الرسمي، وفي جزء على المستوى الشعبي. احنا في انفصال ما بين الاثنين اصلا. يعني لو بنتكلم مثلا على المستوى الرسمي في تشريعات نقل اعضاء، تشريعات التنظيم التكنولوجيا والسرقات الالكترونيه، الكلام ده كله ده ملوش علاقه باي علاقه بالدين اصلا. وبالتالي احنا بنواجه قضايا مالهاش علاقه بالدين. تمام. انا بتكلم عن الاسلام بعمومه طبعا، لا سنه ولا شيعه. كان على فكره كان فولتير بيقول ايه؟ ان الصراع طويل الامد ان دل على شيء يدل على ان كل اطرافه على خطر. دي هديه للسنه والشيعه، ماشي؟ تمام؟ بقى له 1400 سنه صراع، يبقى يدل ان كل اطرافه على خطر. انت بتقول ان الجيل ده مش هيؤمنوا بيك. مع عدم احترامي لهتلر عشان انتوا بتكرهوه يعني. كان هو بيدعو الحزب النازي، كان بيقول له واحد بيقول له انا لست معكم، فبيقول له حسنا، لكن اولادك واولاد اولادك واولاد اولاد اولادك سيكونون معنا حتى بدا تختفي ذرات جسدك وتتبحتر في اركان الكون الاربعه. لو ان كلمه عبد الرحمن الكوكبي هي كلمه لو ذهبت اليوم ادراج الرياح فغدا ستزهر بالاوتاد. اللي احنا بنقوله، وحضرتك بتكلمني على تفاصيله، انا بتكلم على عمومه، ان انا لما اجي اتكلم من خلال ثقافة أعلى، من خلال مستوى أعلى، يكون القرآن والحديث وحاجات تانية أحد المنابع اللي أنا باخد منها، وهذه المنابع تكون في اتجاه تطور الإنسان وتحضره، وليس في اتجاه تخلفه. طيب،
وده كان عموم الكلام اللي انا بقوله، ومن خلال المنطق، من خلال المنطق زي المنطق الرياضي زي ما استخدمه سبينوزا في الاخلاق. تمام، حسن اتفضل. بس اللي بينتقد الدين بيتم اتهامه بازدراء الاديان، وبيتم استخدام اساليب العنف لمن ينتقد، مع ان المسلم لو انتقد دين اخر فمش بيحصل له حاجه. اظن من الصعب تصحيح الاسلام، فلو اصبحنا دوله علمانيه هتحافظ على جميع الاديان سواء كانت سماويه او بشريه، وعلى راسهم الاسلام، لان رجال الدين هم اللي شبهوا الاسلام. بص انت دلوقتي ده تم اتهامك بازدراء الاديان، قلت انا قاعد هنا بقى معتصم في المكان ده عشان ياخدنا كلنا ان شاء الله. بص انا قلت الكلمه بتاعت نيتشه، او قلت حتى الكلمه اللي قبليها، الضعيف هو الذي يحمي نفسه باسوار، القوي لا يحتاج لاسوار. تاني الضعيف والفكره الضعيفه هي اللي تحمي نفسها باسوار. مجرد ان انا اقول انا الفكره بتاعتي اللي هيهاجمها هذبحه، معناه انها فكره ضعيفه على طول. الفكره القويه تدافع عن نفسها، الفكره اللي تهدم من الخارج تهدم من داخلها. تمام، ما بيستخدموها لحد النهارده. الزمن لحظات، الزمن لحظات. لو احنا شويه اللحظات دول بيستخدموها، اللحظات اللي جايه مش هيستخدموها لو احنا دافعنا انهم ما يستخدموهاش. طيب وليس اللي يناسبني حضرتك، اللي يناسب هذا العصر. يعني هل ينفع النهارده ان انا اقول ان انا لو حاربت سين من الناس اخد ستات وسبايا؟ ما ينفعش. تمام حضرتك؟ فانا مش بنتقيها كمان، ده هي بتفرض عليا فرض نتيجه للتطور وتطور الامور، فالاحسن وهي بتفرض عليا اكون مقتنع انها خرجت من سياقها الزمني، عشان كده هي لا تصلح الان. لكن اللي يصلح الان هو مازال يعني الايات اللي بتدعو ل ل ل ل الحب ورحمة الوالدين، تمام؟ على الرغم ان ولادي ما بيعملوش بيها، يعني على الرغم انهم متدينين يعني. كويس جدا، كويسة جدا. الأديان اللي بتدعو للحب والتسامح، الأديان اللي بتدعو ما أنت حضرتك ممكن بتلاقي كده وبتلاقي كده. فحضرتك هناخد حضرتك، أنا مشكلتي هي الآتي، بص عشان حضرتك، أنا مشكلتي لست إن أنا أفلاطون قاعد بأنظر وبقول الصح كذا، أنا مشكلتي مليار ونص لو أنا ما حاولتش إن أنا أصلحهم في اتجاه معين، في غيري مش هياخدهم، في غيري واخدهم، أنا عايز أخدهم من جيبه. تمام حضرتك؟ مش مشكلتي إن أنا أنظر زي أفلاطون وأرسطو، مش دي مشكلتي دلوقتي، مش هقدر أعملها. أنا مشكلتي دلوقتي إن أنا أسحب، ما كانش المفروض أقولها، إن أنا أسحب الناس دول من جيبه على قد ما اقدر، وبدعوكم ان انتم تساعدونا، ان انتم تساعدونا من الاعلام وتساعدونا بالندوات اللي زي كده، بس تتحط على مدى، على مجال واسع، على مجال اعلامي واسع، ما نبقاش بنكلم نفسينا جوه حيطان. وحتى لما يعني انا اكبر حلقه ليا هنا اهو دخل عليها 10,000، اكبر حلقه ليا في امل بالتنوير دخل 17,000، ستيل رقم ايه بالنسبه لعشرات الملايين؟ ولا حاجه. فدي يا ريت اللي بتدي التفكير، لو احنا عايزين نغير بجد، لو احنا عايزين نغير بجد، يا ريت يبتدي هنا في مش ندوه، في منتدى صغير كده للناس اللي باختلاف اديانهم. لا مش باختلاف اديانهم، باختلاف دراساتهم. انا اديانهم لا، ارجوك ما تستخدمش الكلمه دي، باختلاف دراساتهم، مش مهم دينهم، ان احنا نبتدي نشوف ممكن نحرك هذه القضيه ازاي في اتجاه زي الدكتور سمير ما قال، مش شرط الاسلام بس، الاسلام والمسيحيه اللي هم الديانتين الاساسيتين اللي موجودين في مصر. انا بقول ازاي نحركهم، انا مش مجرد بنظر للحاجه الصح تماما، لا انا بنظر ازاي اقدر اخد مليار ونص، اخد ربعهم عشرهم نصهم من جيب اللي حطيتهم في جيبه، من جيب اللي حطيتهم في جيبه. فعشان كده حضرتك لو بعد الحلقه دي ما تنزل لو هتشوفيها، شوفيها من المنظور ده. انا بيك بوكت، انا بحاول انشلهم. إذا معلش عشان مش عايزين مقاطعات لو سمحت، مش مصحك خلصت كده؟ خلصت. خلص طيب. لا أنا مصحك خلصت ردك على الأستاذ. طيب مداخلة تانية. أرجع للتاريخ قبل ما أخش على الحاضر. النبي نفسه ما حطش تفسير للقرآن بشكل أكاديمي ككتاب أو كتب متعددة زي كتب التفاسير الأكاديمية اللي بتدرس، يعني زي الطبري والقرطبي وما إلى ذلك. النبي نفسه ما جمعش القرآن حتى مماته، ولم يوصي حتى ان هو يجمعه، فسابه بعضه في صدور المؤمنين وبعضه في بعض الاوراق والفرديات وما الى ذلك يعني.
فأول تفسير حقيقي للقرآن كان بعد 200 سنة عن طريق الاستناد يعني للسنة والسيرة والأحاديث المثبت للنبي، وفيها تفاصيل كتير موضوع وضعيف وصحيح وما إلى ذلك يعني. فتفسير أول تفسير بعد 200 سنة ده محل شك، والنبي نفسه لو كان فيه تفسير كان هو نفسه اللي يفسر القرآن، مش بشر زي الطبري والقرطبي اللي هم زينا مفيش أي اختلاف. عمر بن الخطاب الآية الكريمة بتقول وتلك حدود الله فلا تقربوها. عمر بن الخطاب لغى حد مهم جدا وحد السارقة، تدخل ومنع حد من حدود ربنا، قال لأن الواقع تغير ولم يعتد به الآن يعني، فلغى حد. فده يفتح لنا من خلال الحدثتين دول او الجزئيتين دول ان احنا كبشر الناس دي مش اعظم مننا في حاجه، لا عمر ولا الطبري ولا القرطبي، ونبتدي احنا اللي نفسر من اول وجديد، وده بالسرديه الاسلاميه مش بغيرها. نبتدي بقى دي جذور الاصلاح الان بقى وفي الحاضر نعمل ايه عشان نمشي في خطوات تونس والمغرب وما الى ذلك. انا شايف ان احنا نبتدي نشير بدل ما نقعد بالخطاب التنويري نقول نجدد نجدد، نشير الى نصوص بعينها، نقول زي مارتن لوثر كده نقول النص ده او الشيء ده فيه مشكله. لا او معطل. خلاص لا يعني فسروا يعني عطلوا، نقول ان هو زي ما عمر عمل كده نقف عنده يعني نعمل له اوف. زي ما معظم حدود النهارده يعني لا يكره حتى شيخ الازهر ان هو يقول يا جماعه تعالوا نطبق حد حرام او مذكور في القران او حد قطع ايات الصارق او 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 في كل الحدود تقريبا. لا 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 ما تعتمدش على شيخ الازهر، اعتمد على نفسك، اعتمد على نفسك. بص انت مسلم زيك زي شيخ الازهر. لا تمام تمام انا قلتها وباكد عليها كما لو اني لم اقولها. اي مسلم زيه زي اي مسلم ثاني. اكيد انا مش قال شيخ الاسلام. دي النقطة الأدبية الحلوة اللي فيه ما تضيعهاش. أكيد أكيد، ولكن أنا أقصد إني لا أحد من المسلمين أصبح يقول لا احنا لازم نرجع الحدود. كلهم النهارده كلنا بنقول ان ما ينفعش الكلام ده يتطبق لانه يعني اكسباير ديت يعني خلص وانتهى الصلاحيه. النقطه الثالثه ليه ما نجيبش قرانيين ومتنورين هنا في الصالون ليهم رؤيه، يعني ليه ما نجتمعش ونعمل زي ما انت نفسك كده من 300 400 سنه ونجيبهم هنا في الصالون يقدموا رؤيتهم، يمكن يكون ده المخرج. شكرا. يتم تجمع القرآن في زمن ولم يتم تفسيره زمن إلى آخر. أنا عايز أسألك بقى سؤال تاني، مين اللي ادى عثمان الحق بحرق سبعة أو أكثر من القرآن واحتفظ واحد؟ مين اللي ادى الحق؟ الواقع. الواقع يعني إذا الواقع هو اللي بيعيد صياغتنا مرة تانية، إيفن إنه حرق نسخ من القرآن وقال ده الرسم اللي يعتمد. طب ما احنا زي انت ما قلت ان عمر او ابحد وعثمان حرق المصاحف وخلى مصحف واحد وقال، يبقى احنا قادرين ان احنا اللي بنقوله ده انه يتعمل وليس نوع من الـ من الـ من الهرطقه وليس نوع من الهرطقه. طيب في اي مداخلات ثانيه يا جماعه؟ اتفضل. كلام خالق. دلوقتي لو في واحد مثلا فاهم النص الديني سواء ايه او حديث فاهمها بتفسير معين، تفسير تحت مالي يعني احنا ما نقدرش ناكد ان هو ده التفسير المقصود غير لو عرفنا نيه القائل، فده تفسير احتمالي. طب دلوقتي لو في تفسير جديد جه وبرضه مفيش دليل على انه غلط، فبرضه ده هيبقى فيه كده محتارين بين انهي تفسير القائل يطلبه، مش هنعرفه غير من نيه القائل. فكان المفروض احنا عمالين نفسر نقول ان التفسير ده بتاعي ده احتمالي والتفسير التاني برضه احتمالي، فانا بقول انا باخد الافيد المجتمع من وجهه نظري تمام كده، وفي نفس الوقت ما اقدرش اكد ان الثاني غلط، بقول برضه احتمالي ولكن انا بختار ده من وجهه نظري ان ده افيد للمجتمع او اريح لي انا. لو مشيت بالطريقه دي كل واحد هيكون مش متعصب وهيبدا يطلع على الراي الاخر، يعني مش هيبقى رافضه ومتمسك برايه وبياكد ان هو صح بدون دليل. كل واحد التفسير اللي بيدعو للأذية والاكل لا يفرق معايا اي تفسير، فسر زي ما انت عايز، انت حر، ما لم يدعو تفسيرك للأذية والاكل وتدمير المجتمع. لسه بقول لحضرتك ان ده احنا بقى احنا مقيدين بقانون الدوله اللي هو بيحمي من اي راي او تفسير. قانون الدوله بيصنعه المجتمع، ما تنتظروش ان هيصنعه الازهر او هتصنعه الحكومه، اللي بيصنعه المجتمع، المجتمع بحركته وتنويره هو اللي بيخلي القانون يطلع قانون موافق وموائم للي المجتمع وصل له. لو المجتمع نايم هيتم الدنيا زي ما هي. ده صحيح. النقطه الاخيره بس مره ثانيه انا عايز ااكد، اي ايه او اي تفسير لا تدعو للعنف او القتل او الاذيه فسر زي ما انت عايز، لكن لو هتدعو للقتل لابد نقف، لابد نقف. القصد القصد بس ان انا لو جبت عرفت زي الاستاذ مثلا وخدت النص فسرته
تفسير خاص بي واكدت ان ده صح، انا كده بقى بغلط نفس غلطتهم. انا اقول ان تفسيرهم احتمالي، تفسيرنا كمان احتمالي، ولا ممكن على رايهم ولا يمكن على بالشكل ده هنحارب التعصب، في نفس الوقت هننتي فرصه للناس انهم يطلعوا على كل الاراء، والاكثر عقلانيه هو اللي هيفوز. مذهب الصواب يحتمل الخطا. تمام. طيب في مداخلات اخرى؟ طيب نسعد بقى بمداخله دسمه من سعيد. بنتكلم طول الوقت عن تحديث وتغيير بس، وغافلين تماما الجانب الاخر، الناس اللي هم بيدعوا ان هم حماه الدين، اللي بيتكلموا ليل نهار وان كيان الدين ده خلق يعني من اجل ان هم يبقوا حماه، ومن اجل ان هم يبقوا قوامين عليه، ومن اجل ان هم يرشدوا الناس للطريق الصحيح طول الوقت. انا شايف ان مش هيبقى فيه بداية حقيقية، أول خطوة على طريق الحداثة والتغيير، إن يكون في آلية للتعامل مع الناس دي، لأن دول بيواجهوا أي خروج عن الإطار بكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، وللأسف في كثير من الأحيان الدولة بتحميهم. لو الدولة ما بتحميهم لا تحميهم، ده هيحتاج لبضع شهور. لو الدولة محايدة هيحتاج لبضع سنوات، لكن لو هي بتحميهم هيحتاج لعشرات السنين. مرة تانية أنت بتقول بيدعوا إنهم حماة الدين، طب مين يتبعني إن ندعو إن إحنا حماة الدين باللي إحنا بنقوله دلوقتي؟ إن أنت تتحرر وإن فكرك يبقى متحرر وإن في حاجات مرتبطة بالزمن والمكان. اللي بيفكروا بالتفكير التقدمي أجبن من إنهم يقولوا إحنا حماة الدين، لا إحنا حماة الدين، اللي أنا بقوله صح لا يحتمل الخطأ، خلاص كده ده يريحهم وأنا من حماة الدين، أنا أول حماة الدين. تمام؟ وهم بيقتلوا الدين، وانا كنت نفسي اقول الكلام انا نسيته، اللي كان قاله ريتشارد دوكنز واللي كان قاله هاريس. ريتشارد دوكنز كان بيقول احنا على المسلمين احنا فيري نايس وزيم وشودنت بي لايك ذات، احنا كويسين قوي معاهم، مش المفروض ان احنا نبقى كده. سام هاريس كان بيقول كلمه، بيقول العنف والدمويه انهيرتد ان اسلام، موجوده مزروعه في الاسلام. بنيامين نتنياهو بيقول هذا الدين دين دموي وعلينا ان نواكبه. اقول ايه تاني؟ طيب استاذ احمد سامر اتفضل. هو زي ما الاستاذ قال، انا بس اجيب في الاخر بس، يعني في كلمه كده دخلت وداني علقت معايا، فكره الاسلام الصحيح او الاسلام الحقيقي. لا ما فيش اسلام صحيح. ما هو يعني هو ده الاسلام الحقيقي اللي احنا بنسعى للوصول ليه. هي بس هي مشكلة هنا. لا الاسلام الانساني بلاش كلمه الحقيقه. عظيم، يبقى احنا كده متفقين. عشان بس الحاجه الثانيه، انا بس مختلف مع فكره ان المغرب العربي سابق مصر، او هي مش فكره سبق او كده. انا شايف ان المد التغير في المجتمعات الشرق الاوسطيه ممتد غير مقبول، موصول غير مقبول. يعني عندنا من اول اليمن والسعوديه والعراق والشام، بظروف المنطقه، بظروف الواقع، يعني ما اقدرش اعزل مشكله سوريا عن مشكله مصر عن مشكله ليبيا. لكن هي الفكره مين تاثيره اكتر، او مين اعتقد ان في شكل اكاديمي او منهج ابتدى يظهر في مصر وهو استكمال اوريدي. وطبعا في المغرب في مفكرين كثيرين، منهم الراحلين ومنهم المعاصرين، وكذلك تونس وكذلك الشام وكذلك العراق وغيره. لكن انا اقصد يا استاذ محمد ان يغلب مصر ان في وضوح لان بتاخد خطوات اوسع. وانا مش عايز اخد وقت الندوه في ده، لكن انا بس بعقب ده، وممكن يعني نسترسل في ده تفصيلا بعد كده. النقطه الثالثه هو بقى ايه؟ تفعيل الاقتراح. انت عايز منبر، ويا ريت الشباب كلهم اللي حاضرين هنا نعمل التجربه دي اذا كنت حضرتك، لان انا شايف ان في وجهتين نظر رئيسيتين في الحضور، احداها بيتزعمها دكتور سمير والاخرى حضرتك، ان في حد شايف ان ممكن نعمل تجربه الاصلاح، وحد زي دكتور سمير شايف ان احنا ممكن نتخطى ده. وبعيدا عن الاغراق في فكره ان المفكر منوب بانه يطلع صوره جديده للدين، لان احنا بصلتنا لفكر المجتمع عظيم، احنا بصلتنا الانسان. انا على فكره بالمناسبه لا اتبنى اي نهج احادي في التغيير. اللي عايز ياخد نهج اصلاحي، اللي عايز ياخد منهج علمي، اللي عايز ياخد شكل فلسفي، اللي عايز ياخد صناعه فكر، كل ده حميد جدا بما فيها حتى التعاطي مع النص. اللي عايز ياخد نظريه التاويل، اللي عايز ياخد مع تاريخيه النص. ثواني بس انا عشان اخش في الكلام المهم. احنا هنعمل ايفنت باسم علمانيون، ومعانا راجل جنبك على يمينك حافظ القران بقراءتين، وحضرتك تبقى موجود ومن غير ما تلبس الجبه والقفطان. وهنعمل الايفنت بعنوان معالجه نصيه لسوره التوبه، وخلي الشباب العلماني ده يبقى موجود، واعمل الايفنت مفتوح، وهيجي لك ناس من الازهر، وهيجي لك ناس مش فاهمين حاجه، وهيجي لك ناس عايزين يفهموا، وانا عايز اشوف ده هيحصل فيه. بس معالجه نصيه لسوره التوبه، هادي هيقرا
الايه ونسمع بقى الايه رقم 28 ونسمع الايه رقم 24 ونسمع قتلوا المشركين حيث ثقفتموهم ونسمع وقاتلوا الذين ونشوف الناس بتفكر ازاي وانتوا عالجوا النص ده برؤيتكم العلمانيه ونشوف الناس اللي هيجوا والايفنت ده هيكون ناجح جدا. انا عارف انا بقول ايه. هذا الامر يدل على شيء يدل على هويه المجتمع وليس مجتمع راقي. المجتمع الراقي لن تستطيع ان تاخذ منه الا تخلف 400 سنه ايام العثمانيين زي ما ابتدوا زي ما انتهوا يمكن اسوء. ده يدل على حيويه المجتمع. الاختلاف الفكري اللي موجود ده يدل على حيويه المجتمع. انا على فكره انا بتكلم بجد. تعالى نعمل ايفنت ونشوف التجربه تحت امر حضرتك. الشعراوي خليها حلقه اسبوعيه خليها حلقه شهريه معالجه حداثيه للنص القراني كده. ومرة نمسك سورة التوبة نخلصها بقى في قد ايه او تخلص علينا مش مشكلة او سورة النور وهكذا. بتكلم بجد ونشوف الناس بتفكر ازاي وهم يشوفوا ازاي شخص من بره المنظور اللاهوتي ممكن يتعامل مع النص ده. سعيد هيأول، هادي هينكر، حضرتك هتقول تاريخية النص، غيرك يقول لك حرفية النص. تعال نشوف الجيم ده. طب كويس، ده هيبقى شيء جميل جدا. ده لا برضه مرة ثانية لو ده النص بتاعك حصل البرد على طيب معذرة لأن الوقت تقريبا انتهى فننهي المداخلات على كده وبنشكر جميع الحضور وبنشكر طبعا الباحث.